بكل خير أعزائي المشاهدين وأعزائي أيضاً المستمعين الحاضرين معنا بالستريم. اليوم عندنا فاينل إيفنت اللي هو المن 1 مليون، معنا فرق قوية وفرق لها اسم في الميدليست وتاريخ برضو في الميدليست، راح نعيش أجواء احترافية الآن. لكن أعزائي المشاهدين خلونا بس نجهز أمور البث كاملة عشان نقدر نتكلم ونسلم عليكم وناخذ ونعطي ونشوف انتو كيف اخباركم وكيف اموركم. ثواني بس نغير بس في شيء. على العموم بشرون عنكم، كيف كل حاجة؟ اليوم طبعا شباب فاينل، يعني في متعة، في اكتيفيتي راح يصير معانا في البث، وبرضه معانا ضيوف في البث، يعني الأمور راح تكون طيبة 100%. خلونا نرجع الحين الستريم، ضبطنا كل شيء، سوينا كل حاجة، ندخل استريم نشيك عليه ايضا عشان نتاكد انه احنا برضو كويسين وانه موضوعنا برضو تمام. يعني الحين كل شيء صار تمام، بس نشير البث. ونضبط الامور ونعطي كل ذي حق حقه. هذا هو سيف، نطلع نعطي ستوري. طيب ضبط الموضوع، لكن الشات وين؟ نبغى نشوف التعليقات نشوف. اوكي ضبط الشات وضبط كل شيء والامور على ما تريدون. حلو، هذا الاي دي وصل من المنظمين، ونشوف مين معنا ومين مو معنا. هلا هلا هلا، يلا حيو. طيب شباب، بداية قبل ما نبدأ البث وقبل ما نخش الروم، خلونا نتكلم عن موضوع بسيط اللي هو الرويال باس 5 المقدم برضو موبايل، ونشيك عليه واحد ورا الثاني ونشوف الرقصات المقدمة من ببجي موبايل. زي ما انتم شايفين رويال باس جدا رائع، طائرة قوية جدا، شكر ممتاز، كنات ملابس، يعني الأمور طيبة، وأيضا رقصات خرافية تلائم العصر اللي احنا عايشين فيه، يعني جميل جدا. أنصحكم بتفعيل الرويال باس، شيك عليه واحد ورا الثاني ونشوف هو الروم اللي بسبع أيام. طيب شباب، وأيضا برضو نبغى نتكلم عن المسلسل اللي كان تعاون ما بين ببجي موبايل وأركان. المسلسل موجود عندكم بالنتفليكس، تقدر تدخل نتفليكس وتشوف المسلسل كامل وتستمتع فيه. وبرضو قبل نبدأ نتكلم لكم عن المود الجديد اللي هو الميرور وورد، راح ناخذ جيم سريع قبل يبدأ الإيفنت ونتكلم عن المود الجديد. طبعا الكل يعرف المود، مود ممتع. لا راح اعلق، راح نلعب الجيم هذا او المود هذا، تقدر تلعب وترفع الكي دي وما تموت وتوصل اخر الجيم، يعني شيء 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 خرافي. لا تنسونا من اللايك ولا الموضوع.
يبدا بس ان شاء الله وندخل الروم على طول على الايفنت. انت شفت الاماكن هذه اللي هي اللي عند فوق سكول وبرضه اللي عند الجورج بول. راح ناخذ جيم سريع 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 جدا وراح نرجع. اسم المود الميرور وورد، وبرضه ايضا الخاصيه اللي هي حقه الريفايف الجديده اللي هي ترفع اللاعب وتشيله على ظهرك وتروح تسوي له ريفايف وتخليه يعني بكفر حلو تقدر تعمل الريفايف وانت مرتاح، وهذه حركه برضه جديده من ببجي موبايل. هلا 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 يا اهلين يا بلال والايسفن ويحيى ومحمد وبلاس والشباب. اوب 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 الشباب تضحك. شو 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 عم تقول؟ انقلع رقم 4 انقلع انقلع. اها اها شو شو اللي قاعد يضحك؟ على السريع شباب جيم وحنطب على طول على هذه. يلا يا تركي يا اقوى لاعب بالمينا، اثبت للحاضرين والموجودين انك من اقوى اللاعبين. اوب خالد بس ما متعدى. حلوين، نزله 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 لاعب بروفيشنال كذا، شيء 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 قوي. هوبا 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 على السلاح، هوبا على الاي كي، هوبا على الامفور، هوبا على اي حاجه. ونقدر نوصل، نقدر نقدر. حلو جي جي. تونا ما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم الا تلقى في خبر كان. وعلى وين يا شباب؟ يعني نزلنا باسرع ما يمكن. هوبا جي جي. والله تبغى تصير لاعب محترف بيك يمين بيك يسار وتطلع من الكفر وتتحرك زي ما انت تبغى. حلو، انت مت الحين من فوق، نزلت تحت في الجيم الطبيعي، يعني شيء شيء رائع جدا 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 جدا. وتاخذ اليوزي وتاخذ الامور هذه كلها وتروح وتحارب. هوبا هوبا. بس شباب انا لازم اطلع من الجيم عشان الايفنت راح يبدا وراح نلعب ايفنت قوي 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 جدا. هوبا جي جي. والله يلا يلا حلو، يعني نايس نايس. بس الامانه 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 الخاصيه الجديده اللي هي خاصيه الريفايف حلوه، انك تحمل لاعب على ظهرك وبرضه تروح تسوي الريفايف في المكان اللي انت تبغى. أعزائي المشاهدين، أعزائي المستمعين، حان الوقت للدخول إلى الروم القوي والإيفنت الناري الموجود معنا. يلا حلو دخلنا، نروح ندخل روم على السريع ونشوف مين راح يكون معانا يا شباب. في ضيف اليوم، في معلق معانا، شيء شيء. 9 7 8 6 4 9 5 جي جي. والله جي 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 جي. في أصعب من الاي دي ما أتوقع. هو الوحش دخل. هو 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 تركي. هو 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 الكينج الكنوق المتواجد والحاضر والمتواصل. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا باللي لفاني يا هلابه. عدد دقات قلبي في غيابه. وخلونا نفتح سكرين. على مين السكرين؟ على ولا حتى ما نقدر نفتح. اوكي جو لايف ونعطي السكرين للولد. لحظه نفتح صوته برضه. واهلا وسهلا بك يا شلبي ومنورنا الستريم يا اقوى معلق. هلا 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 والله ترك بنورك والله غالي. الاخبار شباب؟ كل يعني النهارده كده ايفنت خفيف كده شباب مع ترك، ان شاء الله نقدم حاجه كويسه. حبيبي حبيبي يا شلبي حلوي منورنا اليوم صراحه في الايفنت المقدم من والمنيان اللي هو راح يكون فاين. خلينا ناخذ نقطع الفرق. يقول لك معنا فريق اللوسيل، فريق الون مليون، وفريق الزد اي، وسكاري، والهيت، والميدل ايست اسيسنس، والبي جي. صراحة لما نشوف أسامي فرق جديدة طالعة معنا على الساحة تخالط الفرق الكبيرة، يعني يكون في خليط حلو، في استفادة حلوة.
اول جيم راح يكون معنا راح يكون جيم الميرامارو. في ناس برضو بالشات جالسة تتنمر على قوة لعبي في ببجي موبايل. كيف الحالة شلبي؟ طمني عنك، كيف الامور؟ كيف حماسك للإيفنت؟ الامور كمان، بس محتاجين ايه؟ محتاجين تفتح بس على اللعبة مش للستريم لابس. عشان زي الله تبقى حلوة كده وامورنا كلها تكون تمام يا شباب، ونطلع لكم حاجة كويسة ان شاء الله. الله عليك كده من وانا ميل وان مليون كده تمام؟ يعني كل الفل يا غالي، انت مش حاجه غلط كده. اللايف اقوى لاعب بالمينا واقوى مديريتور في المينا كمان يا معلم حبيبي. كده اللايف عندك تمام في الديسكورد؟ شو كل حاجه تمام، بس انت فتح لي من الستريم لابس برضه. بس قشطه تمام، يعني اموري تمام كل حاجه. انا فاتح لك الستريم لابس، شو فيك؟ تمام، انا فتح من اللعبه اصلا كمان، ف وفاتح لك برضه يعني لايف على الستريم كله تمام. طيب شلبي، تكلم لنا شوي عن يعني صعود الفرق معنا وتخارط الفرق المتوسطة مع الفرق الكبيرة، وإيش الفائدة اللي ممكن تستفيدون منها الفرق أيضا. تركي بدي خبرة كبيرة للشباب، يعني كل الوضع التيمات موجودة معنا النهاردة، التيمات دي عندها خبرة كبيرة زي التوصيل، زي التيمات تانية موجودة زي تايتون وسيل بي. الميكس اللي هيحصل ما بين الشباب اللي لسه بدأ كبير عامه، او الشباب اللي لسه ما عندهاش الخبره الكافيه، ان هم يعملوا شويه ميكس ما بينهم كده في ايفنت كده تعب على المود بيتكلم، فان شاء الله نقدر نشوف لهم حاجه كويسه وكمان تزيدوا خبره. يعني تقدر تلعب سيستمات طول عمرك او تقدر تلعب ايفنتات بس طول عمرك، فمفيش فايده عامه. الفايده والمغزى من الموضوع عامه ان انت تفضل تتقدم خطوه بعد خطوه، تخش استريمات ثم ايفنتات ثم مثلا تشارك في جيمز تقول خاصه بلدك، ثم ربنا يكرمك كده ان شاء الله توصل دي ان بيل. احنا التيمات اللي كملت الطريق عامه زي زينكو ونجمه جالاكسي وكريبتكس اللي شرفنا صراحه في الجيمز. ايه الجميله شلي، بس لو تعطينا بس شوي زياده على الصوت نقدر نسمع صوتك اوضح، فعشان نقدر برضه نستفيد من الدرر اللي انت جالس تحكي عنها. والله كده تمام ولا ايه؟ كده على جامد. طيب حلو، ما فيش عندك بس شويه؟ ما فيش مشاكل، اتوقع صوتك انت راح يكون ممتاز وجدا يعني قوي. نرجع، اتوقع باقي معنا 22 ثانيه على ابتداء فاينل ايفنت ال1 مليون بجائزه $150. راح تكون معنا ثلاث جولات ما بين ارينجل، سان هوك، ميرامار. راح نبدا باول جيم اللي هو جيم الميرامار. 7 6 5 4 3 2 1، احلى طائره بقياده الشلبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم واسعد الله مساكم من جديد. النهارده ان شاء الله بنتكلم على ايفنت ال1 مليون او ال1 ميل. ايفنت بيجمع دلوقتي 18 تيم زي ما احنا شايفين، تقسيمين على اربع جيمات. البدايه تكون الماريمور، يعني تايه ومحتار ال1 ميل في اراضي الماريمور اللي هنتكلم عنها النهارده. خد الطياره هنشوف، لسه ما ظهرش النجم عامه يا كابتن. خد الطياره هنشوف دلوقتي، خلاص بدات من يعني بادئ من الجنوب للشمال عامة، منصف جدا جدا الصراحة. تركي هيكون تكلم عن ميلاد ديفاد، تكلم كمان عن لوس مينوس، تكلم عن الديكانو سان مارتن بارك ريد السندا، تكلم كمان عن الشباب اللي هتكون دروباتها إلى حد ما كويسة، يعني الشباب كلها خيارات الدروبات عامة مش هيكون فيها مشكلة كبيرة. تكلم من الخط جاي في النص بالظبط، شوف تحرك الشباب يكون عامل ازاي. الصفحة عندي يا تركي بالمرة يعني مش مشكلة خالص يعني عامة عندي، بس عندك في مشكلة كبيرة في حبي. الو 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 الو، يلا نكمل زي ما انتم شايفين ونشوف كيف راح يكون الموضوع معنا بجيم الميرامار. اتوقع رجع معنا شلبي. خط الطائره ولا اروع، برضو يعني نستنى الزون وين راح يروح ونشوف تفاصيل الزون اكثر فاكثر. اتوقع ممكن شلبي عنده مشكله تقنيه، لكن نرجع ونشوف الزون. اعطانا زون، زون من اعقد الزونات اللي ممكن انت تتصرف فيهم، لكن يلا يلا ما فيش مشاكل. نرجع للتفاصيل ونشوف، ناخذ بس
ناخذ الموضوع اكثر فاكثر ان شاء الله انه شو بيرجع معنا من جديد. اتوقع ما في اي مشاكل جالسه تواجه الفرق في بدايه الجيم الا المشكله الاولى اللي هي برضو عنده شباب الجيت مع شباب التايتن اللي دخل فايت سريع سريع من بداية الجيم ونحاول نلقط الفايت سريع. اتوقع فايت انه شباب جدا بعيدة وضغط كبير جدا زي ما انتو شايفين. واحد صار من الجيت سعود يلا سعود خلاص الفينش صار صعب الموضوع صار عملية الاقصاء بالكامل. ام 16 يبرا انهم ياخذون لهم اول كلات معاهم في بداية الجيم. لكن اتوقع شلبي صوته ما ادري هو موجود وموجود كذا اوكي للي شلبي كذا اوكي. طيب حلو كلام لو شباب بنحط الديار ثلاث خلاص ثلاث دقايق مرة من الجيم الاول هيكون جيم المرمان ان شاء الله. النظام زي ما احنا اتكلمنا عنه ونتكلم عنه النظام هيكون اربع رومات بدايه كل المريمات كلام على الكيس اللي دلوقتي موجودين بس احنا فقط لسه لحد الان لكن احنا هنكمل. الشباب بعيد عن الزون حوالي 1500 متر الجراوند بتاعتها طاري بس يا شباب كده بنظبط الكلام عندنا نشوف برضه نرجع لمجريات الفايت اللي ما بين فريق الار اي اس اي وامام فريق لوسيل. عندنا برضو كاريبوي ريبن جي اخرى برضو ايضا سلام لكن دمج عالي على انمي من هالمسافه اتوقع من سلام لعامل تقية جدا ممتازه لفريق لوسيل. نروح لسلام شوف وين سلام الريب بلم 16 عنده رج خفيف يقدر يلعب فيه يقدر يضغط على الفريق من جهه حلوه ويحرر ايضا كاريبوي باتخاذ الفايت لانه فايت خلاص مصيره وقع فريقين امام بعض يعني خلاص لابد انه احنا يكون عندنا قرار سريع. لكن خلينا نشوف ريب الى متى راح يضغط على الفريق بالام 16 وهل ممكن يساعد الشباب انهم ياخذون راحتهم اكثر. يلا يا الام 16 يا شلبي وينك يا شلبي كاري بوي جيت كيبنج توقع كاري بوي بس شاتجن اللي موجود معي يعني موضوع كاري بوي راح يكون جدا صعب. سبت ولنفور على سلام وقدر انه ياخذ سلام اتوقع سلام عنده عذر او عطل تقني يقدر يقصيه لكن كاري بوي عمليه الجيت كيبنج حاضره كاري بوي والشاتجن كاري بوي والهولدنج لكن موقفه صعب جدا وحاله الطوارئ حلت على فريق اللوسيل ضعف اللوت اثر عليهم وخسارت سلام ايضا انه خلاص صار الفايت غير مصير وبرضه سبار وخسران يعني نشوف الشات جنش ممكن يقدم يا الكاري بوي اعطينا واحدة اعطينا اثنين يا كاري بوي ممكن يعملها الكاري بوي ممكن ينهيها الكاري بوي ما زالوا فريق الرسم مو عارفين وين كاري بوي بالضبط. ترب يحاول يساعد كاري بوي بقد ما يقدر لكن انه يقطع المسافة هذه كلها ابن راح يكون ضحية. ممكن يفكر في عملية الريفايبل سلام ممكن يوصل سلام لكن في لاعب برضه موجود بالهاي الخفيف او الرج اللي كاشف على سلام لكن اتوقع في حركة ذكية من فريق الرس يبغون يكشفون ريب اللي يعمل ريفايبل لكن كثير وقرر ريب انه يضغط على اللاعب اللي موجود بالهاي. يعني قرار ريب صراحة ان هو يضغط على الولد اللي موجود بعيد كده اللي هو عبود تقريبا السنجل دلوقتي موجود في الام 16 من بعيد جدا واخد الرينج في مكانه الاروع يعني منتظر الغلطه دلوقتي بتفرق كتير جدا اتكلم عن 6 دقائق 30 متر كل الوقت مش هيكون افضل حاجه ده مجعل جدا الصراحه لاراي بي لما نشوف التعامل بتاعه عامل ازاي بيحاول يعني يصنع ثغره في التيم اللي قدامه. نشوف دلوقتي لوسيل وهنشوف تعامله ما يكون عامل ازاي على ما اظن خسروا يعني خسروا الكلام خلاص اتكلم عن 3 مان سكواد هتكون صعبه جدا يعني خلاص خسروا الكل كمان خسروا الكبار وخسروا السلام كاري بي هو الموجود والاراي بي هو الموجود سبراي موجود من بعيد جدا لكن هنشوف الاراي بي وهنشوف تعامل الاراي بي يكون عامل ازاي حرب ومحاصر من كل مكان الاسلحه بتاعته مش مساعده بالمره. اتكلم عن توب ام 16 ام 16 في مساحه واسعه جدا الارينا المفتوحه قدامه من كل الاتجاهات وانت خلاص بياخد كمان الفينش بيعمل كونفيرم كيل على كاري بوي خلاص دلوقتي هو وحيدا يعني بدون اي جناحات يعني وحيدا بدون اي جناحات يمينه موجود فيه ناس وشماله موجود فيه ناس التعامل هيكون عامل ازاي والتحرك بتاعه السليم هيكون عامل ازاي ان هو يخش زون كمان نتكلم عن 2000 متر حتى خساره كبيره للشباب لكن برضه لسه المشكله تركي موجوده مشكله يعني
في مشكله كبيره بالنسبه لي الصراحه في البث. فكمل انت الجيم ده لحد ما تشوف الموضوع ماشي ازاي. الان انت تشوفني وانت تشوف الويندو اي واحد بس الكبير ولا الصغير؟ انا اشوف اشوف الويندو اللي هو بتاع الجاتو لكن نو جوده يعني مش اي جوده. اي من السيرفر نفسه انه ما في معطيني 30 فريم فقط بالضبط. فكمل لحد ما تشوف. اي انت كمل على السبكتيت اللي عندك يعني. خلينا نشوف برضو فريق ال1 مليون اللي هم اصحاب الايفنت بلاك شوت و إيف ليفكس وكيلر ومو ديكستر. أساميكم حلوة لكن خلينا برضو نطمن على فريق الزد إي طرقاع ريو نيو يورك وأوضي. يعني شباب متحمسين لكن الزون حب يفاجئهم مفاجأة حلوة قوية يا شلبي. والزون صراحة النسبة فيه مياه وهالشيء ممكن يأثر عليهم بشكل كبير جدا. 30% من المياه زون الصراحة تركي يعني مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لهم. تتكلم بدل ما هي زون اولى مثلا اكنها زون ثانيه دلوقتي بعد خسارة 30% من اليابس الموجود في الزون. لكن زون زي ما احنا شايفينها في السنتر بتاعها لوس لينوس الشباب دلوقتي متاخره زي كان دلوقتي عند باك متاخره ان هي تخش الزون التايمنج بتاعها متاخر شويه في عمليه الروتيشن زي التيم دلوقتي اللي موجود في الازهار. اتكلم كمان عن اللي كلها على اطراف الزون عامه بتشوف دلوقتي السكواد الزد اللي موجود بيعمل السبراي كما يجب ان يكون لكن خلاص عدى السلام وعدى الامان بدون اي مشكله. 8 دقايق ال 10 دقايق الاولانيه عامه في الجيم بتبقى 10 دقايق عامه في اي ايفنت احنا بنشوفه لازم تكون شويه جس نط لازم شويه تكون فيها حياء من التيمات الموجوده عشان يقدروا يحافظوا على مركزهم وعشان يقدروا يحافظوا على ثقتهم في نفسهم. صراحه اول جيم بتكون مهمه جدا انك تتعرف بص في مرايتك كده وتعرف الناس انا مين تعرف الناس اسمي كذا تيمي كذا عشان الناس تعرف ان انا موجود في اخر جيم اللي هو الجيم الاول اللي هو ماريمو. صحيح تعرفه لابد يكون انه لابد يكون في جس نبض زي ما قال شلبي بين الفرق باول جيم. بس انت تتكلم عن فاينل يا شلبي فانت بحاجه الى جمع اكبر عدد من النقاط وما يعني ما تخلف عليك اي ماب لابد انك تستفيد من كل ماب. لكن نشوف فريق سكاري عاملين سبلت يعني سبلت ممكن نقول خطير نوعا ما وكاشف يعني مكشوف على اللوس ليونز لكن عنده هاي بوزيشن وممكن يكون يجمع اكبر عدد من المعلومات على الطريق الموجود بالجهه الشرقية. جمع المعلومات واجب على أي فريق بالذات على ميرامار لأنه ميرامار فيها مساحات كبيرة تقدر الفرق تستفيد منها بقد ما تقدر في عملية التحرك زي ما احنا شايفين في بطولة البي ام جي بي ام جي سي انه الفرق تحاول بقد ما تقدر تكرث جهدها ماب ميرامار لأنه ماب ميرامار وجهة نظري الشخصية والمتواضعة أيضا انه من المابات اللي ممكن يكون فيها حلول يعني مو بعيدا عن سانهوك وبعيدا عن إرينجل. ليش قست هالقياس؟ لأنه ميرامار يعني جزيرة مسطح على سطح واحد يعني ما في مثلا تقول جزيرة بوتشينكي أو جزيرة الملتري بيس ولو نقيسها أيضا بسانهوك نقول جزيرة البرداز كام بالفا وتحت على الباينان. فتقدر تلعب تقدر تاخذ تقدر تتحرك تقدر تشوف لك أي تحس سواء كان على الروتيشن الطويل أو على سواء نص الزون يعني بستايل اللي أنت ممكن تتعود عليه ومتأقلم معه في جمع النقاط. لكن نشوف فريق ال1 واي اي اللي هو اللاعب الاي ام الحق الاي ام اي اللي موجود معنا 11 دقيقه يا شلبي ولسه معانا 62 لاعب و16 فريق على قيد الحياه. في فرق متاخره على الزون شلبي وفي فرق برضه محافظه على بوزيشنات داخل الزون يعني المعادله تقول الزون يسمح للفرق انها تلعب وتكشف البوزيشنات بحكم انه لوس ليونز ايضا متواجده وخالئه تماما من اي فريق. وجهه نظرك وجود لوس ليونز في الزون ولا فريق موجود معه؟ كنا مع 16 تيم موجود في ناس كمان موجوده في الزون فالضيوف الكبر الرباعي اللي هيكون موجود بكثره كبيره جدا فكل الشباب هيكون سهل لحد ما لمنطقه لوس ليونز. هنشوف لحد الزون الخامسه مثلا يا تركي يعني الشباب 16 تيم هيفضلوا حافظين نفسهم محافظين على نفسهم لحد الزون الخامسه مش هنشوف اي خسائر من التيمات او من اللعيبه. ده اللي هنشوفه لحد الزون الخامسه في ظل تواجد لوس ليونز. لكن ماريمار عامه واول جيم زي لوس ليونز اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي هتخلي الشباب محافظه على نفسها لحد اخر ثانيه في الجيم. طيب نرجع ونشوف فريق سكاري والبوزيشن اللي موجود منه ويعتبر بوزيشن حلو وخطير نوعا ما. خطير ليه؟ انك انت كاشف ظهرك. وجميل ليش؟ انك انت موجود على هاي وعمليه المرور راح تكون جدا سهله انك تقدر تعطل او تقدر تجمع معلومه للفيس المقبل. العدد كبير والحماس راح يكون جدا كبير بحكم انه ما في اي اقصاءات كبيره على الماب فهالشيء راح يدخلنا
على جو الاحتراف وجو انك انت تستفيد من الايفنت، وهدف الايفنت انك تتدرب. التدريب موجود، العدد موجود، الان العقل والتيم وورك والاندفجوال سكيلز والاي كيو هنا تبان. نستنى شفت الزون ونحاول نكشف اي معلومه بالشفت القادم. شفت راح يكون، انا بوجهه نظري الشخصيه راح يكون شفت صعب جدا جدا للفرق الموجوده على نصف الزون، لانه راح ياخذ يا شرق يا غرب، مستحيل انه ياخذ النص، واتوقع راح في منطقه صعبه وغير قابله لاي غلط. ونكشف الفرق اللي موجوده ونشوف كيف مستخدمه البوزيشنات اللي موجوده معنا في نصف الزون. شلبي اتوقع راح نخش في موضوع خطر جدا للفرق اللي حاضره معنا. نشوف الشباب الان اي دبليو مع فريق الزد اي، واتوقع تعارض روتيشنات وخساره لعب او نوك عن طريق اللعب، لكن هل ممكن يكون فينش او لا؟ شباب مصرين انهم يتقدمون اكثر واكثر. يا شلبي تكلمني اكثر عن مجريات الزون وكيف ممكن الفرق تستفيد منها. الجنوب الشرقي عامه نفس اتكلمت عنها في كيف المية الموجودة فيها بنسبة تقريبا بنسبة نزلت شوية بقى 40% بقى من كانت أول 30% لو يكون أو 25%، فده بيزود يعني بيزود الضغط على الشباب أكثر وأكثر. الزون الثالث لحد الآن يعني هنفضل شوية هجيل لحد ما الزون الخامسة تخش، الزون الخامسة شوية لحد ما نعمل الجيم بيبقى الجيم شغال أكثر فيها 13 دقيقة. بتشوف دلوقتي اللاعب من تيم زد يعني تقريبا ولا أي جي إل ولا بيتحرك، هو صاحب القرار عامة إن هو يقدر يخش الزون يقدر يدخل فيه نفوذ الشباب المتأخرة منطقة الشباب المتأخرة الزون صعبة زي كده. كلهم الزون عامة في ظل الزحمة الموجودة على أطراف الزون تكون صعبة جدا عليهم، في زحمة موجودة على أطراف الزون بسبب الأماكن وبسبب المايه اللي اتكلمنا عنها، فدي هتكون مشكلة للشباب المتأخرة لو الشباب بتاعها أو اللي كان بتعاني من الزون في مكان بعيد جدا عن الزون. صحيح 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 صحيح، لكن نشوف الفرق بدأت تتسابق أكثر فأكثر على موضوع البوزيشنات، لكن هذه ممكن المنطقة هذه تعتبر أخطر منطقة، ونحاول نكشف أكثر ونرفع على البرديو ونشوف الفايت ممكن يصير معنا هنا. لكن عن لوزم فريق المدري إساسيسن بسبريلي كاشف على اللعب بالجهة اليمنى من فريق الون مليون. السبريهات بدأت في كل مكان وبدأت الأجواء تكون صعبة على الفرق الموجودين معنا في نصف الزون. شلبي توقعك لفريق الميدل إيست أسيسنس بهالبوزيشن الموجود عندنا؟ اتوقع الشلبي مو جالس يسمعني، لكن خلينا نرجع اكثر ونشوف فيصل ونشوف علوش وعمليه الريفايف اللي راح تتم، وفريق الون مليون بعد خساره اللاعب وبرستيج واللاعب الثاني برضو وبلو، يعني قدروا انهم يخسروا اللاعب لكن البوزيشن ما خسروا لحد الان. لكن هل ممكن نشوف تدخل طرف ثالث من جهه اخرى او لا؟ لكن المكان هذا يعتبر خطير جدا، واحنا في زون ثالث والعدد بدا يكون صعب 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 جدا انك تسيطر على الوضع الى الزون او الشفت القادم اللي هو راح يكون الشفت الرابع. يعني في مياه في الزون، فريق الزد اي اختار او اي جي ال، الزد اي قدر ياخذ بوزيشن حلو جدا وقدر يطلع عن المنطقه اللي ممكن تكون فيها عمليه التكدس جدا كبيره. يلا يا الهيت، يلا يا جبل، يلا يا بيسان، وينك يا بيسان؟ عمليه ريفايف من خارج الزون، والفي جي ايضا حاضر ممكن يكشفون على فريق الرس اللي متوجه في منطقه تعتبر خطره جدا جدا جدا. لكن خلاص وصل لطرف الزون، عارف انه في بوزيشن والزون شفت قريب من عنده، يقدر يستخدم البوزيشن في جمع اكبر عدد من الكلات. وانسر بالاي كي كاشف لفريق الفي جي، هل ممكن السبري دمج عالي وضرر كبير جدا لكن من غير ايت او اوكي عمل الفينش. اتوقع اللاعب ما كان واضح لي انه ماخذ نوك داون، لكن شوف النوك اللي حصل على جف على وينتر من هالمسافه البعيده. لكن خلينا نتاكد من ستون وكليفر او كلوفر وعامر من فريق الون مليون انمي وانتر الحاضرين معنا، كيف راح يتلافون؟ كيف راح يتصرفون؟ يلا يا بلاك شوت فريق موجود عندك بالجهه اليسرى، ام فور حاضر 40 طلقه، ونشوف فريق الميدل ايست على بيلو والتي ار جي على فريق الان دبليو. بدا الكل مسج يعطينا اخبار غير مسره لاي فريق، بيسان هو الناجي الوحيد من فريق اللي هي الضغط على بيسان، بيسان هل ممكن يعمل زبري؟ لكن انمي قدام بالنوك داون، هل ممكن يخطف الكل او لا؟ بيسان 31 يلا يا بيسان علموها وريني كيف ممكن تعطي النوك داون. لكن فريق الون واي اي اللي جالس يقصي فريق الزد اي اللي كان في بوزيشن جدا جميل، لكن بيسان جو قرر انه يتقدم. بيسان على وين؟ 122 متر توصلك على الزون، والكل مسج والكل مسج والكل مسج اللي جالس يعطينا اخبار غير سعيده واخبار سعيده لصانعين الكل مسج. الوينتر على فريق الميدل ايست اسيسنس، ان شاء الله شلبي يكون رجع معنا ونشوف كاري يا كاري
وهو السبري وهي الخطورة وهي الضغط صراحة. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله على الخسائر، يا الله على الأضرار. وما زال فريق سكاري زومبيز تقدم. روح يا ولد، 89 متر الزون صار قريب عندك، لكن ضغط عليه من جهة أخرى، والجي اس بالنوك داون، وزعيم الزعماء الحاضر وحازم بالنوك داون، ويحيى أيضا بالنوك داون. خلاص الأضرار حلت على جميع الفرق، بدأ الحماس يكون كبير على الجميع، وانتصر بالتقدم من فريق الاس 7S. هل ممكن النيد؟ هل ممكن الضرر؟ هل ممكن الضغط الكبير؟ هل ممكن نشوف كلات أكثر فأكثر؟ لكن تشجع قوم. لكن الأوبن إيريا وكفرة الزون صعبة على الفرق. ريو بالنوك داون على الجي اس، نقدر نقول إن الزعيم أخذ ريو من فريق الزد إي. الإكس 3 على الميدل إيست أساسن سبري، ممكن يكون، ممكن يكون في ضرر، ممكن يكون في نقاط من هالمنطقة والبوزيشن، لكن يبغى يكشف، يبغى يضمن الفينش. سموكات ممكن تعطيه أفضلية، 22 متر على دخول الزون بقدام فريق ولاعب صروات. هي هي هي، لكن من غير اي اضرار، من غير اي نوك داون، الدعم صايب من درانك يا ولد. جيشلتر خلاص كشف النوك داون، تقدم كشف، عرف نيد واحدة ممكن تنهي امال الفريق معنا بالمركز الرابع عشر. لكن اللاعب اتوقع بسمع كلامي عرف والمهمة اللي ممكن تكون، والنيد والنيد ودبل نوك داون. يا جميل يا رقيق يا هادي يا لاعب يا قوي، هو الف بي بي نظر عيني حطمهم، لكن بالأخير بالنوك داون من العامر ستون باليو ام بي. والفايتات بدأت تصير أكثر حماس وأكثر قوة في إيفنت الوان مليون. وهو هو 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 إيش ممكن يصير؟ إيش ممكن يصير؟ الاعتقادات وين راح تروح؟ مين هو صاحب الحظ السعيد؟ ومين هو صاحب الشيكن دينر ورياكشن أسطوري من عامر؟ لكن من غير أي ضرر على الشوت والشباب الموجودين بالهاي بوزيشن، بلاك شوت وعبود وال كحلي او بو كحلي الموجود غامق اللون. كيف راح تكون، راح تدخلك للزون، كيف راح تدخل للزون، وكيف راح تتعمق اكثر فاكثر؟ هل ممكن تسلم نفسك للفرق وبد الزون ياخذ اكبر عدد من الكلات ويجمع اكبر عدد من النقاط؟ 9 فرق و30 لاعب، وما زالوا فريق الون مليون والزد اي. خلونا نطمع زد اي اوفر وري، وخساره طرقاعه من بدايه الجيم، 4 كيلز لصالحهم، لكن بحاجه الى نقاط المركز. نستنى ونشوف الجلتش من فريق الوان شوت الفي جي تي تي، كيف راح يكون دخولك يا تي تي؟ تي تي والنيفر تي تي، يلا يا باري. اتوقع الاسامي شوي غايبه عني بحكم من زمان على التعليق، صارين اكثر شيء نشتغل على التحليل والتقديم باذن الله. نرجع لمستوانا المتعودين عليه في امور التعليق، ولكن ودخول نيويورك من طرف الزون وايضا من الجهه الغربيه، لكن فريق ناين الموجودين بالهاي بوزيشن خلاص انكشف، خلاص انضغط عليه، لكن السياره ممكن تتحطم. لكن بالاخير قدر انه ياخذ رجل خفيف يقدر يستخدمه، يقدر يعمل عمليه السرفايف ويعمل كفر للشباب ويخليهم تكون مرحلة دخولهم للزون سهلة جدا. اكس 3 وكشف كبير على الكلات من جهة اخرى برضو، يعني نقدر نقول او باختصار الميرامار مليئة بالاسرار، مليئة بالفعاليات القوية. ونشوف القسائر ونشوف التشيكن دينر، على وين التشيكن دينر وعلى مين راح يكسبه، ومين الايكي وين الون مليون. اكس 6 وسكوب عالي يقدر ياخذ ضرر ويقدر يكشف الرؤية من مكان عالي. نشوف البي اي ار الموجودين بصفر كيلز، لكن ممكن يستخدمونها او ممكن يترجمونها معهم الى اخر الجيم. دخلنا في الدقيقة 21 وما زال معنا عدد مهول جدا وتضاريس صعبة لاستخدامها في اخر الزون. نشوف تومي كيف ممكن يسيطرون، كيف ممكن يعطون، كيف ممكن يقدمون. يلا يا تومي، ميني 14 وطرف زون، يبغى يكشف، يبغى يأمن الجهة الجنوبية عشان يقدر يرتاح، يقدر يعرف انه خلاص انه في اخر الزون. لما تأمن ظهرك هو الحل، هو الحلم الوحيد لأي فريق بالذات بالزونات الأخيرة. خلاص 8 فرق 25 لاعب معنا في اخر الزون. 1EE والجي ال عليهم لحم وموضوعهم صعب، وبكيسي من نوك، النوك صنع النوك، والنوك ممكن يفنش، ممكن يعطي، يبدل قراره أو يتخذ قرار ثاني. خلاص الحلول لازم تصير، لابد يكون في ظرف، لابد يكون في طقوس احترافية بآخر الجيم عشان بالأخير ترجمها إلى جمع أكبر عدد من النقاط. لايككم واشتراككم، ونشوف الام 24 ممكن هيد شوت المسافة بعيدة، لكن رمية من غير رامي، والرامي بحاجة إلى تضبيط الرمية في الجولة السابقة. يعني الجيم حلو، الزون مش حلو أبداً 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 أبداً، خلى الفرق تتصعب عليهم المواضيع أكثر
فأكثر أخيرا الرامي جاب النوك داون على فريق الون مليون. لكن خلونا نشوف براني مو على ستون دمج حلو لكن النوك داون مش موجود. كشفهم عرفهم انه خلاص مستحال دخولكم للزون بحكم اني انا ماسك عليكم زون وانا اعتبر في طرف الزون على نفس اللاين واللاين صعب جدا. لكن فلانك ملجا اليوم صار كاشف وعرفهم ممكن يعطي عامر لكن الشباب متقدمين دور السبورت رائع. لما تتحكم بالسبورت تقدر تكشف وتعطي الفريق المتقدم أفضلية في عملية البوش للتخلص من أي فريق ممكن يواجهك في الزون السادس. كاري اللي كانوا موجودين معنا في اللوس ليونز واللي كانوا نتكلم عنهم في بداية الجيم اللي عندهم هايد الآن هم معنا بالدقيقة 22 وكل الأربعة على قيد الحياة. ممكن نوك داون لكن الضرب من جهتين والجهتين أثرت إلى النوك داون ودبل نوك داون بحكم تقدمهم وتهورهم اللي كان من غير أي سكاوت. نشوف عبود والناجين كنا نتكلم انه فريق اربعة الان صاروا اثنين باقل من ثانيتين غلط في التقدم ما كانوا كاشفين وعارفين انه في فريق عاملهم عملية تبويب او جيت كيبينج في طرف الزون. يلا نستنى ونشوف الى متى راح تكون النهاية مع الفرق المتواجدة معنا كيف ممكن تستخدمون الجيم وتخلصون من هيلمة ميرامار وزونات ميرامار الصعبة. الزون صعب زي ما انتم شايفين دائرة متشكلة بطريقه صعبه جدا بحكم ان الفرق والاضرار والنكات اللي في الزون جالسه تاثر على انه نص الزون خالي تماما من الجهه الجنوبيه الشرقيه. الجهه الغربيه طرف الزون هو هدفهم وهو حلمهم انه يحافظون عليه اللي يضغطون على الفرق اللي موجوده بالجنوب الشرقي ويستفيدون منها. زي ما انتم شايفين برا تقدم الى نص الزون بعد ما تاكد انه فريق البي ار عندهم اضرار وعندهم نكات. تحليل بسيط من داخل الجيم لكن خلونا نرجع للفايدات ونرجع للحماس اللي موجود جوا الجيم. كيلر والريفايف نتكلم عن 6 كيل وتوب 5 معنا بالجيم يعني الفريق جالس يقدم من فريق ال1 مليون. لكن خلونا نرجع لعبود اللي هو الناجي الوحيد من فريق سكاري. ممكن ان يد تخلص ممكن ان يد تقصي ممكن ان يد تعذب على ال1 مليون لكن انت سولو وانت تعتبر ناجي وحيد ويتيم وحيد لفريق سكاري. لكن الكثره اغلب من الشجاعه لكن ممكن يكونك واحد عن فريق بحكم انه ظروف اخر الجيم تعتمد انه اللاعب لك لازم يكون في كامل هدوء الاعصاب. لكن اللي يبدو ان اللاعب هدوء اعصاب يجاسي لو جاسي يضغط من غير اي كاش لانه تاكد انه خلاص الجهه الجنوبيه او ظهره بالمجمل سليم جدا. نرجع للكيلر ونشوف الفلك اي فلكس من شراك فريق ال1 مليون بلاك شوت يلا يبلش الوان شوت ميني 14 وضغط من اكس اد ادى الى عمليه النوك والفينش بنفس الوقت. البي اي ار متقدمين 3 كل معهم وتوب 4. هل يا ترى مين هو صاحب الشيكن دير؟ هل يا ترى سؤال يشغل الاذهان دائما بحكم انه اول شيكن دينر باي بطوله او ايفنت لها طعم ودافع معنوي لاي فريق بيرفيو قوي. ونقدر نقول هذه هي تشكلات او تجمعات الفرق الاربعه اللي هم 12 لاعب يعني المعادله او القسمه راح تقسم على واحد فقط اللي هو صاحب الشيكن دينر اللي راح ياخذ على 15 نقطه. ال1 مليون عندهم افضليه حلوه هاي او كفر حلو 69 متر تفصلهم عن دخول الزوم لكن ضعف اللود زي ما انتم شايفين اللاعب من غير اي خوذه هيتشوت واحده كافيه باعطاء اللاعب نوك. لكن الضرر اللي موجود بالجهه الشرقيه ودخولهم الجهه الشرقيه راح يكون صعب جدا بحكم انه في فريق لكن في نوك وهالشيء راح يساعدهم في عمليه الدخول. السموكات او الكفرات المؤقته راح تزرع لهم كفر مؤقت اذا استخدموا عامل الوقت في الدخول. لكن نشوف عملية سكاوت بالذات في الزون الأخيرة يبغى يعطي الشباب انفورميشن انه انا في كفر سليم انا في منطقة حلوة لكن سكاوت الصعب. شوف الشوت خلاص نوك داون كشف وعرف 1 متر تفصل عن دخول الزون. السموكات ساعد فريق ال1 مليون انهم يتسللون بطريقة صحيحة جدا انهم يدخلون الزون. لكن المفتاح والثغرة الوحيدة اللي ممكن يصادفونها اللي هو الفي جي اللي هم فريق 9 اللي هو باري الاي كيو كشف وعرف انه في فريق اربعة بالكامل حاطفين. كيف راح يكون موقفك؟ كيف راح تستسلم؟ تتكلم عن توب 3 تتكلم عن مركزك قدمت عليك اربعة كيف تقدر يقول 13 او 14 نقطة معك جبت نقطة نقطتين خير وبركة ما جبتها انت سويت اللي عليك وزيادة. لعبة السيرفايف دور اي لاعب محترف انه يعمل لانه السيرفايف عملية السيرفايف لاي لاعب او اي عضو من اعضاء التيم تساعد انه التيم عندهم فكر عندهم فكرة وزي ما احنا شايفين فريق البي جي جالسين يعملونها. شوف اللاعب كيف الكفر اللي يجيك في نص الزون لما تكون عندك كفر في نص الزون وانت مالكه شيء شعور حلو لكن النيد ممكن تقصيك اللي هي راح تكون عابرة للقارات من فريق ال1 مليون. يلا يا ال1 مليون تقدم البي ار يلا يا البي ار خلاص جمايك الموجودين نيد من جهه يمنى ومن جهه هو النيد تقدم وعرف وكشف واخذ السولو خلاص ممكن نقول نهايه الجيم ممكن نقول ونعرف
انه نهايه الجيم. لكن تيتي تيتي والنيفر تيتي بالنوك داون وين حظك والون شوت والشوت بالتقدم والاكسكس والكاتم ايضا وجمايكا. حلو 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 الجيم حلو الجيم ايضا في اجواء حلو في اجواء حماسيه ايضا معنا بايفنت ال1 مليون كيلر كاشف وعارف لكن عنده كفر وكاشف انه فريق موجود بالجهه اليسرى كان يا مكان زي ما قال شلبي في سالف العصر والزمان ميرامار من 16 فريق في ظروف 6 دقائق اصبحت بثلاث فرق وثمان لاعبين والاقصاءات والاضرارات من حرب الشيكن دير من اشد الحروب اللي ممكن تواجه اي فريق موجود بظروف زون صعبه. جمايكا اللي موجود بسكار الحلو الون شوت قدامك كيف راح تتخلص من ضغط الون شوت كيف راح تتصرف يلا تقدم الشيكن دير حلو والله حلو بداية الجيم لكن الون شوت أيضا يفكر بنفس التفكير تضارب أفكار بين ثلاث فرق للحفاظ على وزنية الشيكن دير اللي راح تساعدك أنك تخطف جائزة $150 وتكون الـ 15 نقطة هي التارجت لك في أي جولة تلعب على 15 تلعب على تشيكن هو الشعور الحلو هو الشعور الممتاز خلاص تقدم خلاص راح والتخلص من الآلام. لكن بي ار جمايكا عنده بوزيشن حلو عنده نظره حلوه ما استعجل عرف ان اللاعبين وعنده زون تقدم ال1 مليون 1 مليون 1 مليون الملايين بدت تنهار معنا في ميرامار وينر وينر تشيكن دينر لفريق ال1 مليون بعدد كلات والارواح 2 3 5 9 11 كيلو وتشيكن دينر حلوه البي ار 4 1 نقدر نقول 6 كلات ومركز ثاني الفيتس بمركز ثالث زي ما انتم شايفين اعزائي المشاهدين اعزائي الموجودين اللي معانا بالبث لا تنسونا من اللايك وايضا لا تنسونا من الشير كان جيم ميرامار حلو لكن ظروف الجيم ابدا ما ساعد الفرق انها تلعب وتقدم اللي عليها. خلينا نطمن على الفرق اللي موجوده اللي اخذت مبدا التوزون زي ما انتم شايفين باول جوله راح ياثر عليهم الموضوع صراحه جيم حلو. هذه الاحصائيات ايضا مقدمه من ببجي موبايل تقدر تكشف لك مين اللاعبين اللي قدموا اداء افضل وهذه الارقام الموجوده معنا 1 مليون وال1 1 اي وال1 لاعبين من ال1 واي اي اسلام اوف اسلام ماخذ لقبين بيست تشامبيونز جوينج اول اوت نايس. جيم كان حلو ظروفه كانت صعبه لكن باقي معنا الجولتين اللي راح تكون في سانوك وايضا بمابت ايرينجر. والله استمتعت بالجيم من زمان من زمان من زمان عن امور التعليق صراحه من زمان ما علقت. خلونا ناخذ شغفه مويه ما راح نقدر نطلع بريك اكثر لانه لازم نقعد على سطح المكتب في اللعبه. اه يا شلبي شلبي وين اخ هلا والله هلا حبيبي نزل نزل عشان ما علقناش على الجيم ده. يلا جي جي يمكن جاب بصراحه جي 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 تخيل بتفرج بس تخيل كيف ظروف الجيم كانت حلوه ولا لا؟ اه 10 10 الصراحه من الشباب. طب حلو دام انك تابعت ودام انك شفت اعطينا تحليل بسيط عن الجيم بشكل عام. طيب الجيم عامه الزون كانت صعبه جدا من يعني في الاول اول 10 دقائق عامه الكراش دروب كانت موجوده تقريبا من حوالي 2 او 3 كنا 2 في الاول بسبب الكراش دروب اللي حصلت في اول 10 دقائق. بعد اول 10 دقائق الجيم بدا يهدى شويه لحد الدقيقه مثلا نقول 15 كده في دخولنا للزون الثالثه بعد ما الزون طلعت من لوسلينوس بقت زون يعني بقى زون جنوبيه بحته فيها ميه كتير فيها تقريبا نصها ميه. في الزون الثالثه الدنيا شويه كل تيم خد البوزيشن بتاعه كل تيم هدا شويه بقى في شويه كده من الهدوء عامه من الاعتماد. الناس اللي كانت متاخره للزون عانت ان هي تخش الزون بسبب الاطراف المزدحمه عامه يمين وشمال وفوق وتحت كانت يعني من كل الاتجاهات عامه الاعتماد كلها هنا على اطراف الزون لحد ما الزون الرابعه جت وحددت شويه بدات تبين لنا ملامح الجيم اكتر واكتر. بس يعني خلاص الناس دخلوا الشباب التيمات كلها عرفت اوضحها عامه 16 تيم فضلوا موجودين لحد الزون الرابعه. بدانا نخش في الفايت اللي حصلت على اطراف الزون خسرنا تقريبا حوالي 3 او 4 تيمات ثم لحد اخر الجيم بقى لحد ما دخلنا كمان التيمات كلها مستوطنه. الرنجات اللي كانت موجوده الرنجات اللي كانت موجوده في الاخر تركي ساعدت الشباب كتير الصراحه ان هم يضلوا صحيح كان في تضاريس كان في تضاريس حلوه والله. ودي ريمار عامه ان هي بتاخر الجيم لحد الاخر بسبب موضوع الرنجات الموجوده في الاخر يعني تقريبا في اخر الجيم كان في حوالي 7 او 8 تيمات موجودين في الزون السادسه تقريبا ده بسبب الرنجات الموجوده بسبب التضاريس. فمن تضاريس لتضاريس بقى ومن رج لرج لحد ما التيم الاول اللي هو ال قدر ياخد الجيم بكل اريحيه يعني. ده شباب ملخص كده من اللي انا شفته من البث اللي قدامي يعني عشان انا بتفرج من البث زيك والله بالضبط بالضبط. لكن اتوقع جاء الاي دي خلينا ندخل روم نتكلم ايضا من جوا الروم ونحاول
ندردش اكثر عن عن الجيم بشكل عام، ونشوف وش الجيم اللي راح يكون معنا ونستنى. بس والله الزون لما تشوف زون في مو في مويه شلبي بدايه الجيم والله تتشائم كثير. مين ان شاء الله؟ انا بحس بمتعه بس انت فاهم، هم اللي بيزعلوا مش احنا. يعني كله ضغط على اللعيبه، كله على قفا الزبون يعني من الاخر. يلا خلينا ندخل الروم ونشوف الشباب والله يدخلون سريع يعني. تنظيم الصراحه تنظيم 10 على 10. والله خساره لوسيل بدايه الجيم كانت صعبه شوي. يمكن عشان هم غيروا نزلتهم تقريبا، نزلتهم من دي فال الاساسيه، يمكن عشان غيروا نزلتهم. الدروب بتاعهم كان متغير عن الدروب بتاع الستار تشالنج اللي هم ناويين الستار تشالنج. يس 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 يس. ايش رايك بتجهيزات ستار تشالنج؟ ايش رايك ممكن اكثر تغيرات ممكن تساعد تواجه الفرق، بحكم انه اكثر الفرق في عمليه تغيير في الروستر والنزلات؟ يعني التيمات كلها تقريبا هولك، يعني ما فيش تيم مغير. يعني لو جينا نتكلم شويه عن التغييرات، تعالى كده نمسك تيم كل تيم كده. يعني تقريبا السبب شويه تيو معاهم كيوتل ومعاهم راجنر وتراك 2 وهوب اللي هيلعبوا التشكيل الاساسي عامه، كانوا كذا ايفنت تحضيري للبطوله. الفايبس مغيرين، خروج عزرائيل ودخلوا مكانه حازم انت عارف حازم طبعا. ايه بالضبط، عواميد الريجنال المصري، علم من علام مصر طبعا. بالضبط. تعالى نروح شويه الفيت غيروا نزلتهم وغيروا الروستر. يعني تغيير النزله هتكون فايت مهم وفايت ثابته هتركي في اي جيم ارنجل في الستار تشالنج. بس نشوف معهم فريق في بوتشينكي. بالظبط، تيم دبليو اللي هو الماي السابقه تيم الجزائري فاروق والشباب، نزلتهم بوشينكي ونزلت الفيت بوشينكي. وتشوف لو تتابع البطولات اللي هي تحضيريه هتلاقي جيم لده وجيم لده، جيم للفيت مره وجيم للتيم دبليو مره. فده هيخلينا نستنى متعه الصراحه في الستار تشالنج. عامه تعال برضه نكمل. عندك تيم الفيت اللي جاب همام من عندك تيم السيفيرني اللي هيكون فيها تيمين، عندك الاي كورد وعندك قصدي الار تي جي والاي كورد، صح ولا انا غلطان؟ بالظبط. سيفيرني التيمين هيكونوا سيفيرني برضه كراش دروب سيفيرني ار تي جي والاي كورد اتوقع هو فريق عراقي اللي معهم بنفس المكان. فيتو وحمكو وكابتن والشباب. صحيح. نفس الموضوع في النوفو جي اس جي والاس دي ار. هتكون مشكله كبيره على فكره. نايس. لو جينا نبص في سنه هتلاقي جي اس جي في بارادايس مع الاي كورد برضه. ففي اسئله كتير الصراحه. بالضبط. بس لكن ان شاء الله الفرق تقدر تتفادى هالاماكن، بالذات اذا كان في دروب فايت يخليك يعني تقلق كثير في الجيم. يعني لما انا اعرف انه خلاص من بدايه من اول يعني دقيقه بالجيم او دقيقتين بالجيم انا بخش في ضغط او توتر انه معي فريق يا اتخلص منه او يتخلص مني واخسر التوسون او اني اخذ اربع نقاط واخسر لاعبين، هذا التفكير احس انه شوي صعب. او دايره ضيقه كده في الاول، في اول دقيقتين في الجيم عامه المفروض تخش ستريت تشالنج رايق وهادي خالص، بتفكر في السيناريوهات اللي بعد كده، بتفكر في الشيء اللي هتعمله، بتفكر تخلص من التيم اللي معاك. يعني بالذات اذا كانت بطوله معليش، اذا كانت بطوله مصريه نتكلم عن اربع ايام، يعني ما في ليج وسوبر ويكند او نفس طويل، خلاص هي اول الاساس تحطه من اول يوم، من اول اربع جولات خلاص تبني لك قاعده ارقام تقدر تمشي عليها او تقدر تتخذ او تطورها في الايام الجايه. برز سهله تركي، بتتكلم عن 100,000 اول اربع ايام، فرقم كبير جدا على فكره. وغياب كمان غياب الار 8، غياب نجمة جالاكسي، وغياب كريبتكس تقريبا البطل والوصيف في اخر نسختين، فدي برضو هتخلي الشباب شويه كلها عايزه تثبت نفسها في البطوله. صح. يلا شويه تخبط اخيره في البطوله الاخيره في الاس اي ميلا تشامبيون، هيتعامل ازاي في بطوله الستريت تشالنج قدامه؟ نفس الموضوع مع النصر، تيمات كتير موجود 16 تيم الصراحه تركي كلهم ناويين يعملوا حاجه. في تيمات جديده صحيح، لكن في تيمات قديمه وعندها خبره كبيره في المين عامه. وحلو انه يعني بعيدا عن غياب الكريبتكس والنجمه جالكسي والريكو انفنتي تيم، حلو برضه انه يطلع معنا، نفكر بطريقه ايجابيه انه راح يطلع معنا برضه اي بطل جديد، اسم جديد. لانه لو نرجع شوي مثلا نجمة جالكسي كان بطل النسخه السابقه، برضو الكريبتكس، برضو ريكومنتيم اول ظهور له كان مركز ثاني. يعني ستار تشالنج لها فائده تصب على الفرق الجديده انها تصنع لها اسم في محفل مثل كذا لي المقدم من ببجي موبايل. يعني عندك تيم ريكومنتيم اول ستار
تشالنج النسخه بتاعت شهر 4 اللي فات بس عشان 4 كانوا جايبين 80 نقطه في اول يوم صباح الفل يعني. بس بقى ثاني يوم وثالث يوم حصل شويه تخبطات ما قدروش يكملوا بنفس النسق اللي هم بداوا بيه. لكن تخيل 80 نقطه في اول يوم، فبالتالي غياب تيم زي كده عن البطوله دي هيحط الشباب في ايه، او الشباب هتقدم لنا ايه عشان يعوضوا الاداء ده؟ اتفق معك 100%. لكن نتكلم شوي دقيقه عن مجريات سانوك بنربطها بجيم ميرامار السابق يا شلبي. سانوك رتم سريع، سانوك مهس غرفي، سانوك اسماء كتير جدا صراحه. كمان غياب يعني شويه ميرامار مساحات مفتوحه، تقدر تتحرك براحتك، تقدر تعمل سبريت براحتك، تقدر تتحرك بص كل اريحيه ميرامار شويه بسبب المساحات المفتوحه. لكن سانوك اوضه طاله يعني، سانوك حد ضيقه، مفيش اي معاك، مفيش اي وسيله تنقل معاك، تحرك كله على رجلك، السبريتات ممنوعه تقريبا او محدوده جدا او نادره في سانوك. فالشباب هيتعامل مع كده ازاي؟ يا ترى يحصل فلاش دروب في الاول ولا لا؟ اهتمام التيم زي ما قال هيقدر يحافظ على المركز الاول اللي عمله في الجيم الاول جيم الميرامار ولا لا؟ لان ده فاينل يعني اربع جيمات، مفيش لا ثلاث جيمات، ثلاث جيمات، ثلاث جيمات مفيش ليك تقدر تعوض فيه او كده. هم 150 دولار محطوطين في ثلاث جيمات، فانت لازم تركز عشان مفيش وقت بمعنى اصح. يلا خلونا نتجهز الجيم سانوك اعزائي المشاهدين واعزائي المستمعين برضو الموجودين معنا في البث. لا تنسونا ايضا من اللايك والشير على البث. اتوقع 10 ثواني باقيه تفصلنا عن جيم سانوك او خط سانوك اللي راح يكون معنا بالجوله الثانيه من ايفنت ال1 مليون. خط الطائره ليس بالمهم بسانوك، خلونا ايضا نسمع طائره سانوك بصوت شلم. اتكلم دلوقتي شويه خلاص طارت الطياره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونجدد معكم اللقاء في الجيم الثاني على التوالي من ايفنت ال1 مليون بجائزه مقدره ب 150 دولار. شفنا الجيم الاول وشفنا اداء الشباب، وانا ميل المركز الاول. شوف خط الطياره المره دي بدأ من كامبوج، بدأ شويه كده رايح في الجهه الغربيه كده، عامه بدأ من كامبوج مرارا بالرينز، في كامب الفا على يسارك، في بوت كامب على يمينك، بارادايس موجوده، تاتموك وخاو. عامه خط الطياره التركي ما بيفرقش كتير يعني، انت معاك 1500 متر تقدر تتحرك فيهم بكل اريحيه اذا كان يمين خط الطياره او شمال خط الطياره، لكن الخيارات محدوده شويه في شمال خط يسار خط الطياره، في ياتن وفي كامب الفا فقط. الاولى هتعدي كتير جدا، الزون الاولى يعني هتكون نقطة صلة تحرك الشباب. نتكلم دلوقتي عن البوت كامب ونزول البوت كامب عن طرف الـ NW اللي هيكون موجود في البوت كامب، وطرف البوت كامب كواجهة ليه. البارادايس اللي هيكون فيها زحمة شوية، يمكن ثلاث تيمات تقريبا في البارادايس، ممكن ليش لا، البارادايس تستحمل ثلاث تيمات صراحة يعني. لكن خلونا ننتقل للبارادايس ونشوف البارادايس اللي زي ما قال شلبي انها فيها ثلاث فرق يعني، فيها ثلاث اضرار، فيها مشاكل وفيها كلات وايضا فيها نقاط. بس اشوف الزون قاعد يكشف لنا او يعطينا ملامح اللي راح يتجه للجهه الجنوبيه الغربيه باتجاه البينان، او ممكن تكون بوتكام هي سنتر الزون الا اذا اعطاك هارد شفت بالجهه الغربيه على ناحيه الكامب الفا. 1 مليون صاحبين التشيكن دينر في مكان يعني ما في اي ازعاج، عندنا برضو فريق اللوسيل مدريد ريوز زد اي الموجودين وعارفين لتمركز فريق الرس المتحاضرين. هل ممكن نشوف هالسلوات تتقابلون او لا؟ نرجع نتكلم اكثر عن سانو وكيف شلون في تمنج دلوقتي، في فايت دلوقتي في تمنج المكان اللي جنب ريونز، تيم التايتان، التايتان والبي جي اس كان ممكن اول فايت يحصل في الجيم بتاع السنه كامله يعني. نقدر بس الفايت ممكن يكون صعب يا شو اسمك يا شلبي يعني، ظروف الجيم ما تسمح انه خلاص نوصل وناخذ بحكم ان اللوت جدا ضعيف. لكن خلونا نشوف الفريق رقم 9 يو ام بي من غير اي خوذة ومن غير اي درع، كيف راح يتصدى فايتات كومباوندات متفرقه؟ راح يكون صعب جدا، كيف ممكن يسيطرون عليه؟ كيف ممكن يطلعون باقل اضرار؟ يا اجمع اربع كل او كلين، او اني اعمل عمليه ري جروب سريع وانسحب عن المجريات اللي ممكن تاثر على مستوى الفريق بجيم السانك، بحكم ان الجولات راح تكون ثلاث جولات على 150 دولار، ظروف صعبه. ونشوف فريق الجي اس على فريق الان دبليو خسائر ونكات من بدايه الجيم، تعطينا انه الجيم راح يكون مليء بالمفاجات يا شلبي. ونرجع اكثر ونتكلم تحليليا عن فريق الجي اس اللي ما توفق معنا بالجيم الاول، الان دبليو والهيلو كيف راح يكون موقفهم؟ سو دوين حاضرين، تو كيلز حاضره عند فريق الجي اس يا شلبي. يعني بنتكلم دلوقتي عن الجي اس، لكن في حصل فايت زي ما قلت لك، لكن احنا مكملين مع الجي اس وبتكلم عن براما بتو كيل الى حد الان موجود في الكامب الايطالي ويمين النوكداون موجوده يا عيني عليك. برام خلاص بيتخطف من هيلو من بعيد جدا جدا جدا، هنشوف توزع والسبريت اللي عاملينه الان دبليو هيكتب سمار ولا لا، في اي جراوند موجوده من هيلو، التعامل هيكون عامل ازاي في ظل تيم الجي اس في كفرات
كبيره جدا الصراحه. عاملين كبر كماجه بين يكون له فاي جراوند محتاج يعمل اذى ومحتاج يعمل ضرر كبير جدا الصراحه على تيم الجي اس. الجي اس اللي خلاص هيعمل ريفاي بدون ادنى مشكله، لكن النقص العدد اللي عند تيم الان دبليو هيتعامل معاه ازاي دلوقتي يا تركي؟ لو فلو خلاص خدهم داون تكون المساله صعبه جدا، وهيكون كده بالنسبه لتيم الان دبليو جي يعني. بس الكثره عن فريق الجي اس، عملية الريفايف تمت، لكن برضو من جهة أخرى نشوف فريق الهيت اللي جالس يضغط على فريق الوينر من جهة أخرى، والنيت صار كشفينه والنيت من غير أي ضرر. نرجع لفريق الهيت ونشوف سكاري والوينتر في نفس المكان، نقدر نقول هتينا مليئة بالمشاكل يا شلبي، يعني ثلاث فرق موجودين في مدينة لا تتسع لهالأشخاص اللي محاضرين معها. ممكن نشوف أنه بيلو هو أصعب أو أصعب موقف لاعب بحكم أنه موجود بين فريقين. نتكلم عن تيم الاسكاري، البيرلو دلوقتي محاصر من كل مكان، محتاج ريت الطليا، محتاج معجزه، محتاج نوك داون اولى، لكن موجود خلاص يعني البيرلو في زمن كان على بعضهم. هنشوف البيرلو هيتعامل ازاي، فيها وايب ولا لا، فيها معجزه ولا لا، فيها اتومي، فيها اس ام جي، منتظر يعني منتظر اي غلطه تحصل قدام الشباب شباب الاسكاري، لكن منتظرين البيرلو. البيرلو دلوقتي قدامه عبود وقدامه سراب على ما اظن، بيرلو موجود ممكن اول نوك داون، نوك داون اولى ولا لا، دوجي موجود يا ولد يا ولد يا بيرلو، بيرلو بيكتب القصه الاولى وبيحاول يحطها مع الجيم الثاني ولا لا، فيها ثاني فيها ثاني يا البيلو فيها ثاني لكن ينزل بدون اي مشاكل. يا ترى فيها هيل ولا لا؟ معهوش غير بند الجاكيت، الموضوع هيكون صعب جدا جدا عليه. سراب مش هيسيبه، سراب مستنيه، سراب ظلام عمك داون، لكن خلاص الرد جه سريع، وتدخل السيرد بارتي زي ما اتكلمنا عنها في اول جيم سنه وكمان السيرد بارتي. هنشوف السراب بالاكي، خد وضع بيلو ثاني، خد وضع ثاني اكي موجود يا ولد يا ولد يا سراب. سراب بيخلص بدون اي مشاكل يعني، اسكاري خلصوا بدون اي يعني، هم تقريبا اكبر المستفيدين من الفايت ده. ايوه اموت في الفايتات كلوز، اموت في سكيلز العالي، واموت في الرياكشن الصاحي. جبل وبيسان، بيسان بيسان من اخطر اللاعبين الموجودين على صعيد المدليس، ومن اقدم اللاعبين المخضرمين ايضا في عالم الاحتراف في لعبه ببجي موبايل. فريق سكارلي انتهوا او خلاص على وشك الانتهاء، 1 مليون سحبوا واحد تلو الاخر عن السوار الهتينه. كيف ممكن يتجاوزون وكيف ممكن يعبرون يا شلبي؟ خلاص محتاج الرجوع، عامل السبريت خلاص بعيد عن اي قلق عامه من الفيروس المقرب منه شويه. فايتان نور تيم الفايتان اس بي فايترز اللي هم هيلعبوا ريد بول، نهائي ريد بول اللي هو الفايتر في مصر تركي، مغيرين شويه في الروستر هم كمان يعني، هو اللي قريب هو اقرب ضلع عليهم بالنسبه للجامايكا شويه، برضه الجامايكا موجود من تيم البي اي ار تيم، كمان عندك تيم الاسكاري اللي موجود في لاتينو قريب شويه، البوت كامب فيها قلق، البوت كامب موجوده من يعني شويه موجود دلوقتي الان دبليو ال، وبعد خساره اهدي بعد خساره يحيى اللي كنا بنتكلم ان هم عندهم الافضليه العدديه، لكن خلاص خلصوها بدون اي مشاكل. شويه بيتقرب برضه شيت، هو كمان بيقرب شويه من البوت كامب، بيقرب شويه من الضغط اللي بيحصل في البوت كامب جنبه الكاري، عاملين البروم وعاملين جيت كيك، ومسكرين غلطه ان هم يخشوا البوت كامب باي طريقه يعني. بنشوف اسماء كتيره جدا الصراحه تركي، لكن ايه انت الصراحه ما شاء الله عليك يعني بتغني راب على الناس كتير والله سريع قوي يعني. حبيبي لكن اشوف فريق الان دبليو، انا شايف يعني الجيت كيبنج بدوه خطير جدا. شوف خسائر بدت على جيم وخساره فريق الجي اس بالمركز السابع عشر. الزون محيره وعليها تساؤلات كثيره، لكن خلونا نعيش اللحظه مع شفت الزون واي جزيره راح تتحدد معنا شفت الزون، اللي يعطينا في المستقبل مصير الفرق المشاركه معنا في ايفنت ال1 مليون ب 150 دولار. والزون زي ما قلت سحبت شوي جنوب شرقي جنوب غربي على جهه البينان. بالظبط يعني كويس ان هي راحت ناحيه البيانات، لانها بتبقى رخمه جدا وبتبقى مزعجه جدا لو كانت كامب الفا الصراحه. دايما زون كامب الفا كده يعني بتبقى زون مزعجه لكله عامه يعني، التيم اللي في كامب الفا بتبقى نسبه كبيره جدا الجيم تمضي، لكن دلوقتي الجيم هيزداد سخونه والجيم هيزداد متعه الصراحه من الشباب. لو نتابع شويه تركي الون ال ال تيم الون ال ال صاحب الون في الجيم الاول اتاخر قوي في عمليه كل الزون، يا ترى دي هتكون مشكله بالنسبه له ولا لا؟ يعني طرف منهم بس هو الموجود في الزون اللي هو بلاك، مش موجود في الزون كمان ده، بس يعني شويه متاخر تقريبا، هم مقسمين نفسهم على ثلاث مدن، هل دي ملعوبه منهم؟ هل دي خطه منهم عامه عشان يحافظوا على وجودهم في الجيم ولا لا؟ يعني ده اللي هنشوفه. اسئله كتيره جدا بتدور على كل اي جي ال دلوقتي في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه تقريبا فات سبع دقائق في الجيم. نفس الموضوع برضه مع تيم الوصيل، الوصيل اللي خدت تكون صعبه جدا في اراضي الماريمار، موجود دلوقتي في السيمن سكواد سبارو سلام وكريدو، ده التيم تقريبا التشكيله اللي هتلعب في الـ Production and Production.
بإذن الله بإذن الله، لكن الفرق المتأخرة بالزون راح تؤدي إلى صعوبة بحكم أن الزون عليه علامة تبويب، وأيضا فيه مرحلة عبور من المياه. خلونا نطمن أكثر فأكثر على الفرق ونشوف روتيشن الون مليون، خلونا نشوف روتيشنهم أو اتخاذ قرارهم بروتيشن من خارج الزون عن طريق المركبات، ونشوف الون إي إي اللي جالسين يعطون نوك داون على فريق الون مليون الثاني. نشوف فريق الون مليون دخلتهم في عالم الإسبور دخلة حلوة بحكم أنهم عندهم فريقين جالسين يدعمون الميدريس بإيفنتات بسيطة تساعد الفرق على التجهيزات للبطولة المنتظرة، بطولة البي ام سي، واللي يصنع منها أبطال يشاركون في بطولة البي ام بي ال. يلا نرجع لمجريات الجيم بعد دخولنا في الدقيقة التاسعة في جيم السان هوك، يعني أجواء حلوة، 18 فريق و54 لاعب على قيد الحياة، وما زالت الأمور تكون صعبة لأغلب الفرق المتأخرة والفرق أيضا الموجودة في نصف الزون بحكم أن الكل مسجس يعطينا أخبار حلوة وأيضا حزينة في نفس الوقت. كيف ممكن يتلاشون هالفرق وكيف راح يتعرضون لعملية القرار الصحيح اللي ممكن يصب في مصلحة الفريق بحكم الفريق متأخر أيضا عن دخول الزون. شباب لا تنسونا من اللايك، برضو لا تنسونا من الشير، وأيضا نحب نرحب ونهلي بالضيف اللي معانا على البث اللي هو المعلق المصري شلبي. حبيبي قلبي تركي والله أنا مشرف بيك والله العظيم. بنشوف شوية تي اتش هتبكي موجودين في الريونز، نزلتهم كانت مساعدهم جدا جدا صراحة، من أول ما نزلوا في الأول مدينة الريونز أي ضغط عليهم بدون أي ضرر عليهم. تيم الوسيل في حاله خالص، هو موجود في مال سكواد نفس الموضوع بالنسبة لتيم البي جي اس بخسر اثنين. يعني الريونز شوية تي اتش مصلحتهم جدا للدخول حتى للزون أو وجود ثانية بدون أي قلق، ده هيساعد إن هم يكونوا موجودين في نهاية الجيم. تيم تي اتش موجود ريونز بجد على ما اظن بقوه دي الهلال، عندهم هلال وريدر ورست. في فايت بدانا نتابع شويه التكتيك الموجوده، لكن ده على ما اظن فايت ممكن مش هيكون كويس خالص المره اللي احنا هنتكلم فيه شويه كده، هيكون في تنويع في الفايت وجبه دسمه كده من الفايت اللونج اللي شادها في تنوك في الزون الثانيه او نهايه الزون الثانيه عامه. شويه تركي الزون متقسمه، يعني كل واحد عارف شمس ضرب تطلع منين بمعنى صح، كل واحد واخد مكانه واخد البوزيشن بتاعه بدون اي مشكله. بوجهة نظرك الشخصية شلبي، تشوف الفريقين متأخرين عن الزون والفايت والتبو علامة التبويب الحاضرة، يعني راح تأثر على مصير الفريقين. رون بين يعني هو بطل الجيم الأول المفروض كان يحافظ على أدائه، لكن هو خسر بلاك اللي هو كان بيسكوت، الباقي منهم تيم الناس بس على ما أظن موحة وفليكس وكيلر هم الموجودين هم السبيل كمان بالسبري اللي حصل. يعني صعبة جدا الصراحة، كان لازم يكون في شوية تركيز، كان لازم يكون شوية اختيار تاني من هم هما دلوقتي على اضغاط كتير، لكن هتكون لها سكواد البطل دلوقتي الاثنين التركي تيم ال1 ال1 1 اي كمان هيخش يقدر يخش زون بكل اريحيه اللي هو خد نوك داون على الموحه قدر يخش زون دلوقتي مع 10 عماد ونوك قدام اي موجودين على عتاب كده وعلى ضغط الكامب تشارلي. يعني خلاص الزون بدا يتحدد شويه، والزون زي ما انت قلت يا تركي من اول الجيم خالص بخبرته حتى خبره كده يا جماعه من التركي يعني. حبيبي الزون جايه بانان خلاص الزون قايت والله ما زعل ابو تريكه، يعني بص قفلت قفلت يا قفلت. لكن خلونا نرجع لكن من كثر ما نعود من كثر ما نفتح الباب، يعني وبعد كل تحديث البوبجي موبايل كل نسخه عن نسخه، ايضا هذه معلومه حلوه انه بعد كل نسخه عن نسخه تتغير خوارزميه الزون للشركه، يعني خطوات الزون فهي كلها على بعضها ارقام تقدر ترجمها وتقدر تحفظها في اكثر من مشاهده كلاعب او كبرضه كمعلق او محلل، انك تعرف وتتوقع الزون بحكم انه ممارستك للمهنه نفسها الشيء اللي ممكن ساعدنا في كف الزون. راح نخش في الربع ساعه الاولى و17 فريق 51 لاعب، سانوك ابدا لا تحمل هالعدد يا شلبي بحكم انه العدد كبير جدا 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 جدا، وراح يكون موضوع الفرق صعب في حال اذا تمسكوا في استراتيجيه طرف الزون، لانه الزون لا يرحم طرف ابدا. لو ناخذ نظره وناخذ لفه بسيطه بحكم انه في يعني مناطق وعرة لا تستخدم لعملية السبليت إلا نشوف فريق الرست اللي هو ماخذ نصف الزون في كومباوند حلو، عملية الحفاظ على الكومباوند تعتبر صعبة أو مهمة كبيرة على الفريق إلا إذا كان مقفل ومسبلت على جميع الاتجاهات اللي ممكن تنكشف من أي هاي بوزيشن أو أي تضاريس تجمع إلى انزلاق الكومباوند. لكن من جهة أخرى أيضا نشوف فريق الزد إي من غير خسارة أي لاعب أمامهم فريق الون مليون اللي حاضرين وكاشفين لهم اللي موجودين بالهاي بوزيشن. البوزيشن لكن زي ما انت قلت سكواد الزد اي الموجود وعامل سبليت هل هيكون في ثغرات ولا لا، لكن انا شايف شويه يعني مش مسيطرين على المنطقه اللي هم موجودين فيها، هم عاملين سبليت اثنين باوند واثنين في برج الرؤيه عامه، لكن هنشوف دلوقتي زد اي اوفر وهنشوف الاطفال بيحاولوا كده يجمعوا يعني
الفترة اللي هم فيها دلوقتي بيجمعوا بيحاولوا يجمعوا أكبر عدد من الإنفو وما يساعدهم في دخول الزون بعد كده عشان لو الزون قفلت بعيد عنهم يقدروا يتخبطوا بكل أريحية. ممكن فايت دلوقتي يحصل وارد إن هو يحصل بين سكواد تي اتش وهنشوف سكواد الفي جي اس. عندنا تيجي سكواد 9 وال 14 هم السكوادين القريبين من بعض جدا بل الفايت اللي ممكن نشهده يدال وان شوت وان شوت في ثانية ولا أروع ممكن في الفايت ده توصل لمكان سلام شديد يحصل عامة روست موجود وفي حاضر جهاد على ما أظن كمان هي الموجودة ممكن انسحاب من التيم الفي جي اس ولا لأ ده اللي هنشوفه إن شاء الله وده اللي هنستمتع بيه. تيم 14 ممكن السبريت اللي عاملينه التي اتش ممكن يكون شويه اقوى يعني اقوى منظومه قويه شويه على سكواد البي جي اس موجودين عنصرين بس اللي هو تيتو جهاد على ما اظن كده وان شوت بعيد عنهم شويه لكن هنشوف الكلام وهنشوف الاداء منهم هيكون عامل ازاي. قريبين من بعض جدا شاهد البي اس ممكن يكون في فايت شاهد من بعيد كل الفايت ده على انظار الشاهد من بعيد جدا لكن على ما اظن غياب ده بتروح في مش عارف ايه. تروح انت معانا؟ معاك 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 والسلامه اصحى معايا تنامشي معاك معاك بس جالس استمتع بتعليقك وتحليلك حلوه منك حبيبي تركي يا جماعه دبلوماسي ما شاء الله يعني ما بيغلطش في الكلام بصراحه. هنشوف الشادي وهنشوف دلوقتي السبراي اللي ممكن يحصل من بعيد جدا الشد الموجود سبراي موجود اليوم بي كده نجيب الكاميرا من فوق نشوف ثلاثة كل مع سكواد الفي جي اس. الفي جي اس بعامل القوه بعد خساره باري على ما اظن في الفايت اللي حصل تايتان في اول دقائق من الجيم لكن الزوم غدرت بيهم الاثنين الزوم هتكون بعيده عنهم شويه خصوصا بكميه تيم الجلتش او تيم الفي جي اس. الفي جي اس اللي اختار الانسحاب انسحاب تكتيكي يحترم جدا انسحاب تكتيكي جدا جدا لكن مش هتروح هيباصل هيشوت الجهاد من كل الاماكن محاصر من كل الاماكن موجود كلوفر والهلال باقي من سكواد الفي اتش عنصرين فقط اللي هو الشادي والهلال موقفهم هيكون موقف ضعف في ظل السبريت اللي هم عاملينه 100% لكن استنى ونشوف كيف راح تلافون هالاطرال اللي حلت عليهم من طرف الزون وشفت الزون اللي ادى الى خساره اي لاعب موجود لكن نشوف الاطرال وعمليه الرباب اللي راح تتم في وقت قياسي جدا. مدري اساسا شجاع حلو بالباقي ساعد انه يدخل الزون ويضمن لك امباوند في طرف الزون لكن يتوقع ما راح تجمع الكلات من السولو الا اذا انكشف من الجهه الشرقيه راح يكون مصيره جدا صعب. لكن شوف الاكس 3 وشوف اللاعبين الموجودين بالهاي بوزيشن منظر مغري لكن هل ممكن تحافظ على نفسك بحكم انك انت سولو؟ يعني السبراي راح يكلفك الملايين اذا كشفت او حدثت او عمليه تحديث عن مكانك بحكم انك انت جالس تلعب بالنار في وقت لا يسمح اللعب ابدا 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 وسبريبر كيوز بيزد وبالاخير يعين عليك بالاخير كشف يعني عليك كشف الفلاش حاضر وان شوت وان بيدو الاول وان بيدو الاول من الثاني يا ولد يا ولد يا ولد عرضة الفعل علوش الفعل وعرضة الفعل شوف وان شوت والاخير اخير ايه اخير اكتبها يا ولد يا الجلتش وان شوت والبي جي اس موجودين حاضرين بالطول بالعرض لكن التي اتش لهم راي ثاني التي اتش من بعيد جدا ناوي الفكره وناوي الحكايه ناوي بي جي اس من اول ام اي في تواجد رهيب للتي اتش صراحه الباك جراوند استفادوا السد برضه اللي كان موجود استفادوا من الفوز اللي حصل قدروا يطلعوا كلات مهمه جدا في توقيت مهم بعد 16 دقيقه مروا من الجيم الثاني. الجيم الثاني والتوقيت زي ما قال شلبي كان مهم جدا للفريقين المتواجدين على طرف الزون لكن نبغى نشوف الفريق اللي حاصل على تشيكن دينر نبغى نطمن عليه اكثر فاكثر ان شاء الله انه موجود معنا وناجيين وحيدين وواحد جالس يعمل عمليه ريفاف نستنى نشوف 10 او 0 او قرر انه يعمل عمليه الهيلينج. فريق اللوسيل بتوكل سلام وسبار وكري بوي اللي كاشفين وعارفين تمركز فريق الزد اي من الفرق اللي مشاركه معنا ايضا في الريجن السعودي وكان واصلين معنا الى الفاينل الريجن. فريق ال1 اي اي الحاضرين وكاشفين تي ار جي والنوك داون وعبسي موجود باخر طرف الزون او خارج الزون يعني نقدر نقول 12 فريق و34 لاعب والرس بالاكس 3 وما زال كومباوند يعطيهم افضليه زي ما حكينا بالدقائق السابقه في بدايه الجيم. شلبي صراحه 18 دقيقه العدد كبير جدا لابد يكون في حلول وشفت الزون الجاي اللي راح يعطينا تفاصيل اكثر هل ممكن في كومباوندات واصبحنا في شيفت زون صعب جدا 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 نحاول نعرف كيف ممكن الفرق راح تستفيد منه ونشوف الفريق اللوسيل اللي يعتبر من الفرق اللي قدمت اداء جدا قوي في نص سنه 2021 كانوا تحت اسم فريق الرن اوي وقدروا انهم يضمنون توب 2 في بي ام سي او مينا وتاخذ لهم تيكت قوي جدا ونشوفهم برضو في بي ام بي ال سيزون 2 لكن ما صادفهم الحظ انهم نشوفهم معنا في بي ام بي ال اس اي مينا تشامبيونز لكن التكرار والغلط
ومعالجة الغلط هي سبب نجاح أي فريق حصل على تجربة أو مشاركة في بطولة مثل PMPL أرابيك. يا شلبي محاولة الفشل نجاح صراحة على رأيك، لكن دلوقتي في حاجة شدت أنظاري صراحة من تيم GAL اللي هو حمد، اللي اختاروا إنهم يختاروا يعني يتحركوا على الكومباوند بأقصى سرعة، يعني المركبة اللي كانت معاهم بتحرك وحاول يتحركها دول إنهم يتحركوا على الكومباوند اللي كان فارغ تماما، يعني وجهة كويسة منهم جدا، قرار كويس جدا منهم، إزاي تلاقي نفسك نفسك ما تخش عليهم، لكن هو نفسه كمان بيحاول يخش فيهم، لكن حظوا تيم GAL موجود زي كده هيساعدهم ان هم يكونوا من المرشحين على الاقل، لو ما كانوش الاول يبقوا من التوب 3 صراحه. فكره الكومباوند ايه بحكم انه كومباوند، بس الكومباوند يعتبر فلو جراوند يا شلبي، فالشيء ممكن يكون خطر جدا الا اذا حافظوا عليه او زرعوا اي لاعب على طرف الزون، لكن نشوف الفرق بدات تدخل اكثر، بدا الروتيشنات تكون صعبه جدا، بدا التحركات تكون عشوائيه بحكم انه الزون لا يرحم، والفريق اللي يصير سبار وجالس ياخذ دمج لكن من غير اي نوك داون، قدر في اللحظه الاخيره انه يعمل كفر جميل جدا، كاريبوي بالاكس 3، كاريبوي بالنوك داون، سلام الاي جي ال بالنوك داون، ناجي واحد سبار، وبالاخير فريق اللوسين بمبدأ التوصول بالمركز الحادي عشر. بدأت السبريات تكون خطيرة وأصوات الأنفورات والضغط الكبير من جميع الفرق العشر الحاضرة معنا 22 لاعب والزدي حاضرين والمليون والون مليون، صاحب اسمكم راح أحفظه كثير صراحة، ون مليون زد اي طرقاعه ونيويورك والاوفر بالاكس 4 للاعب الموجود اللي ماخذ دمج وماخذ وبالع دمج كبير، هل ممكن يعبر، هل ممكن يدخل الزون، لكن باللحظه الاخيره قدر انه يدخل ويتحول الى نقطه ويتحول الى المركز العاشر، خلاص الزون كشفت وحكمت انه الزون راح تكون صعبه، والكمباوند هو صاحب اكبر طمع الفرق بحكم انه خلاص الزون في كومباوند واحد فقط يا شلبي. بالظبط الكومباوند الوحيد اللي اتكلمنا عنه من شويه تحرك حمد تقريبا هو الاي جي ال من القرار اللي هو كان قرار سريع جدا لكن مهم جدا الصراحه. الولا ال عليهم مهم صعب ان هم يكونوا نفس حاله زي بي اللي هم كلهم في المنطقه في اريا اوبن جدا قدام تيم الجي ال اللي واخد الكومباوند وخلاص، يعني معاه كمان رباعي مرتاح جدا جدا الصراحه، ما كنت بتكلم دلوقتي بتكلم من بعيد جدا على ما اظن على ايد التيم اللي بيحاول يخش في الدور بعيد كل شكل، لكن دلوقتي الحامة هو بالفعل الحامة، لا تخافوا لكن احذروا ولا تقتربوا من الجيال الى حد لا، لكن الاوفر فايت جراوند بيقدم كفر مباشر كده للعضو الثاني من تيمه اللي هو نيويورك، بيعمل يكون عامل ازاي، نشوف الاوفر ودخول الكومباوند هتكون مهمه صعبه جدا جدا عليه، يعني مش مهم صعب على زد اي اوفر صح، انا محتاج معجزه عشان يكمل وعشان يستحمل الضغط اللي بيحصل من تيم الجيال. هنشوف حامي هيعمل دلوقتي الميل بدون اي مشاكل، هنشوف دلوقتي اوفر ودخول الكومباوند وان بي وان، يا عيني يا الاوفر اوفر اوفرهم الثاني فين، الثاني فين اداله برو مربوط دروب شوت، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، اول وثاني حكاياتك يا الاوفر يا حكاياتك، بيخلص الاول بيخلص الثاني تيم الجيال، يعني فشل يا تركي شويه ان هو يحافظ على الكومباوند، لكن لو تركي سعود الحق واجب الطر واجب يا سعود، والجنب حاضر يا سعود، والجمال موجود يا سعود، اه يا سعود اه جميله ومهمه جدا السعود قدر يعملها بديون بي بالفاير الثابت، ثبات الايم يا تركي في الكلوز دي السكيلات اللي بنتكلم عنها والمهارات الفرديه اللي بتساعد الصراحه وبتدي الادفانتج لاي تيم جديد. بالضبط برضه الادفانتج اللي يعطيك اكثر هيل واكبر حظ في موضوع السارق بحكم انه ما في الا فريقين داخل الزون، لكن موريتوف حاضره واللي هو اللاعب تومي بليوزي كيف ممكن يتفادى البوش اللي حاضر عليه، ومجبورين ايضا الفريق الاخر بعمليه البوش، لكن هل يا ترى مين هو صاحب الحظ السعيد صاحب القوه في فرض السيطره والحفاظ على الكومباوند، خلاص نكشف ونشوف تومي بليوزي 35 طلقه هل ممكن يعطي النوك داون، لكن اللاعب عنده هدوء اعصاب وصبر لانه الصبر ايضا مفتاح الفرج في الفايت، لابد يكون في قراءه من الطرفين لمجريات الفايت وتوقع الفايت من جميع الاتجاهات، تراكم من تراكم عارف انهم موجودين بالجهه اليسرى، خلاص انا عارف ان الجهه اليمنى سليمه جدا، الباب اللي انا ماسكه راح يكون خطير جدا، هل ممكن نشوف دخول اللاعب بيك وتفكير وصبر، خلاص جبل دخل يعمل هيبفير خطير على اللاعب، الزون بدا يضغط عليه اكثر، نيد ممكن مولوتوف تضغط على اللاعب بس لكن اللاعب كان عنده فرصه ريحه النوك داون، لابد ان يتحرك الشبابيك كثير او الويندو الحاضر اللي راح يكشف تحرك اللاعب والمولوتوف الموجوده عند باب الكومباوند، تومي في مرحله خطره، خلاص اللاعب مش والله برد اعصابنا والله شتتنا بوب الاخير نوك داون في خطا بسيط، عامل التوقيت وعامل الحفاظ، كان عندك فرصه انك تاخذ النوك داون لكن سعود عليك مهمه صعبه،
عندك مهمه قويه، عندك ممكن الشيكن دير الفايت اللي ممكن يترجم هالجيم اللي راح ينهي الجيم، والنوك الاول من سعود. ترى مسعود تحويل بالاف بي بي، تحويل اليوم بي، هل ممكن يعملها؟ وانهى بالاخير الشجاع، الشجاع القوي سعود بالاخير حافظ وكسب الكومباوند وبترجمه بالاخير الى تشيكن دينر، الا اذا كان في لاعب تجرى ودخل الزون بظروف صعبه بالزون الثامن. يا ولد اتكلم على الكومباوند شباب، الاول حرفيا سعود عمل اللي عليه بزياده، يعني انقذ تيمه في المره الاولى، ان انقذ تيمه من الاقصاء المره الاولى، وفي المره الثانيه بيحاول يثبت، يعني بيحاول يثبت ان احنا اسمنا موجود. فجي جي والبلايد عامه بالنسبه لهم خلاص الزون انتهت، يعني موضوع مبارزات عامه بيحتفل دلوقتي اللاعب بكل اريحيه. ال1 ام ال فيليكس اللي هو يعني بيلعبها هي معاه 25 هيل لسه في توفف الشباب معاهم مستشفيات ومستوصفات، يعني البريجر متخيل متخيل جمع اللاعب الخير العربي، يعني 25 هيل بصراحه مع 1 ام فيليكس. بس منه صاحب الون في المركز، صاحب الون في الجيم الاول، في الجيم الاول هو جيم المرمى. بس شوف عدد الفرستات عندهم جدا كثير، شوف المنظر مالك الزون سعود. مالك الزون سعود خلاص الكل مسج هو اللي راح. والله ممكن يخسرها، ممكن يخسرها بسبب فيليكس، يعني غريبه صراحه. افليكس مش فيليكس مع 21، وهذا كم معه 20 20 كذا نقول 15 اوف، وهنا 13 ولا الثانية لسه موجودة حوالي دقيقة ونص يقدر يستحملهم افليكس في الزون عامل. لكن صبرك يا ايه يا معلم، جمعت صبر الدنيا كلها وحطيته فيك يا معلم، مش كده. لكن خلاص يعني افليكس ضمن مركز ثاني، قال لك جي جي، قال لك احنا لسه نستنى. فمركز اول جدارة صراحة التيم الجي ال وال1 ام ال، يعني ظل التخبط اللي هم عملوها تركي، لكن قدروا يحافظوا على يعني مركز من التوب 3 صراحة. انه سعود يعني كان في اغلاط بسيطة عن فريق الجي ال، لكن سعود لازم يكون عندك لاعب يصنع الفارق او يصنع المستحيل، عنده فيجوال سكيلز عالي جدا سعود، وبالاخير ادى انه اللاعب يقدر حامل كومباوند، اخذ 1 في 2 بعد خساره اللاعب تومي، يعني حارب انه يسعى انه يجيب التشيكن، وبالاخير حقق وترجم هالشيء وقال التشيكن دير بينكم يا شباب الجي ال. ده خلونا نشوف الاحصائيات اللي معنا ونشوف ال1 اي اي بالمره الاخر الثانيه ما طالعين معنا في الاحصائيات ستار اوف ذا ماتش، وبرضه عنده هي اللي موجود معنا. ما في دمج في الجيم، ما في كان في فايتات كثيره بحكم انه الشباب اضطروا الى عمليه الهيل من بدايه الجيم، لكن باقي معنا جيم واحد اللي راح يكون جيم الرينج. لكن سؤال بسيط يا شلبي، شفت مسلسل اركان اللي موجود بنتفليكس اللي كان يعني في تعاون قوي جدا بين ببجي موبايل وما بين اركان؟ ببجي موبايل صراحة في آخر فترة يعني مشكورين على الجهد اللي هم بيعملوه من كل حاجة، من أعمال سينمائية، من مسلسلات بنشوف على ببجي الرسمية عامة، محمد هنيدي ومحمد ثروت والشباب، غير مسلسل أركان احنا بنتكلم عنه دلوقتي، فمشكورين على آخر فترة صراحة 100%. وأيضا الخاصية الجديدة اللي تقريبا لها شهر وزيادة من بعد التحديث، اللي هي عملية الريفايف، إنه تقدر تحمل اللاعب على ظهرك وتقدر تشيله وتوديه وتعمل له ريفايف. وبرضه خلينا نطلع المرة الثانية على الرويال باس 5 الموجود معنا في النسخة الجديدة من ببجي موبايل. صراحة جيم حلو، وإيفنت أيضا حلو، وتنظيم ولا أروع من الوان مليون، اللي صراحة أجواء حماسية بالجيم الأول وأيضا بالجيم الثاني. مليون عامل إيفنت عشان يبدو كده، تخيل جيمين المركز الثاني والثالث يوم. صباح الفل. صباح الفل يا معلم. عايز توب 3 للستوري معنا، اتوقع عن حسم الايفنت بشكل يعني واضح للفريق ال1 مليون، انهم عندهم تشيكن وعندهم برضه توب 4، بس ممكن انه فريق الجي ال اللي برضه صاحب التشيكن دينر انه يتنافس هو وياه، بس انه ما ادري. لكن 1 مليون قدر يجيب مركز لكن من غير كلات، وبرضه الجي ال اخذ وين من غير كلات. الكلات والله مهمة يعني، صراحة يعني مهمة جدا. كان كل معاه 5 كل، بس الكومباوند اللي كان في الجراوند كان صعب. بس 3 كل بس. لا معاه 5 على ما أظن. الكومباوند اللي في الجراوند بيبقى صعب، يعني هو كسبك البوزيشن بس مش هتقدر تكسب الكلات عامة. كانت صعبة شوية بالنسبة لهم الصراحة. صحيح. لوسيل غائبين تماما، الغائب الحاضر. عملية تحضير عامة، مشغولين شوية بالتحضير للستوري تشالنج، يعني بيخشوا يأكدوا على كام بوينت معينة مثلا في الايفنت واخدينه كحاجات تدريبية، فشباب معذورة الصراحة في ايفنت زي كده.
يس 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 يلا جيم رينجل الأخير اللي راح يبين لنا ويكشف لنا هوية بطل إيفنت الون مليون. شباب تركي بحسسني ان انا يعني معايا عمرو اديب وبيسالني اسئله كده تحس ان هو اتفاق اعلامي مستضيف واحد وبيساله يعني بقى بيتعامل في البث كانه حاجه برنامج كبير او كده صراحه. ليه؟ مهنيه جامده قوي دي صراحه تركي. ليه 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 ليه, ليه؟ لا النظام الاسئله وكده شباب انت حاسس انا بحس ان انا بتكلم في امور دول بجد والله يا الله بس دخلنا الشباب ملتزم قوي الصراحه يعني. على طول عطينا حتى الوقت الدخول الروم خمس دقائق ونشوفهم جالسين يتداخلون 17 لاعب في دقيقه واحده شيء حلو وجميل ايضا لكن ان شاء الله هالايفنتات تكثر اكثر من الفتره الاخيره جالسين نشوف غياب عن الايفنتات مقارنه ب نصف السنه اللي هي نصف السنه 2021 كان في وقت من الاوقات انه اربع او خمس ايفنتات بنفس اليوم لكن الان صرنا نشوف قله في عمل الايفنتات الصغيره اللي هي تساعد اي فريق انه يدرب بيئه حلوه بس لكن برضو ننظر من جهه ثانيه انه وقت البي ام جي سي اغلب الناس جالسه تاخذ بي ام جي سي درس تنميه عقل اي فريق انه ممكن يستفيد منها اكثر من ما هو يلعب ايضا يا شلبي كبابجي موبايل اتفرج على البي ام جي سي واتفرج على اصرار وعزيمه اللعيبه صراحه عزيمه الثلاث فرق اللي مشكلين الوطن العربي صراحه منافسه النقاط من المركز العاشر الى المركز الثاني تقريبا 9 10 نقاط يعني منافسه شرسه 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 بشكل كبير يعني عمري ما قد شفت جدول ترتيب بهالشراسه انه المركز الثاني ما يفرق على المركز التاسع شيء مهول هالشيء راح يصعب ارضه على فرقنا العربيه اللي راح تفكر انها توصل للفاينل ليج وبرضه من فاينل ليج الى الجراند فاينل توب 9 يعني الغلطه بمليون والنقطه بمليون ايضا احنا عرب اي حاجه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في الفاينل ثلاث مرات الفاينل يعني ان شاء الله نشوف الثلاث مرات كده يعني الواحد كل يوم بيتفرج كل يوم مش متابع مش متفوت دقيقه في البث بسبب اللي هم الشباب عملوه فينا صراحه الشباب ادونا امل كبير جدا جدا امل كمعلقين وامل كلعيبة صغيرة لسه بتطلع عامة انت قدامك الهدف اهو ده عربي زيك زيه وده بامكانيات يعني امكانيات وصل اللي هو فيه دلوقتي فزي لعيبة الكورة كده الفكرة الصراحة يعني زي عندنا ما بنشوف محمد صلاح بنشوف ريال محرز بنشوف الشباب نفس عندنا كده بنشوف برستيج بنشوف لورد بنشوف تشاب وبنشوف الشباب فنفس الفكرة كده يعني. طيب بما حكمك انت متابع للبي ام جي سي ايه بقول لك شوف يا اخي ارحمني ايش يكمل لا صدق والله يعني كنت مركز على الشرق ولا الغرب ولا مركز بس على الريجن فرقنا العربيه انا متابع الويست عشان ستارفول ومتابع الايست عشان فرقنا العربيه بس ستارفول بيحس يعني بيبسط لي الامور قوي يعني اتفرج عليه وهو بيحلل كده بيفسر الامور قوي بيقول لك يعني بيقول لك اكنه مولود مع اللاعب من اول ما اتولد هو عارف من ايه تو زد عن اللاعب يشرح لك كده وانت تتفرج عليه في الواتش بارتي بتاعك لا ما شاء الله عليه الصراحه فتابع الوست عشان انما الوست بتابعها طبعا عشان فرقنا العربيه يعني صراحه ستارفول احنا تحيه برضو للمعلق ستارفول يعني من اعلى علم من اعلام المدريس يعني وهو من الناس اللي ساعد على نمو المدريس ذهنيا في عالم التحليل وعالم المعلومات تعتبر مكتبه كبيره مصريه حاضره معنا اللي هو المعلق والمحلل وايضا المقدم ستارفول لا اي حاجه في الاي سبورت هو ما شاء الله فيها يعني خمسه الصراحه يعني حتى كمان في فالورنت وحتى في كل الالعاب يعني ان شاء الله عليه المهم يعني بي ام جي سي ان شاء الله نتاهل انا عندي احساس كبير ان احنا نتاهل ثلاث مرات كلها نتاهل صح يعني النجم الجلاسي بدا بدايه قويه جدا صحيح شويه ما حلفوش الحظ في سوبر كينج لكن ان شاء الله يرجع في الليج ويقدم لنا الاداء بتاع النجم الجلاسي اللي بنشوفه دايما باذن الله يلا متحمسين لرينجل الجاي اتوقع بدا الجيم وعندهم قوه في السرعه قوانين القانون قانون يلا 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 يا رينجل ممكن اتوقع ينصنع معنا ينصنع بطل جديد في رينجل اتوقع اذا في تشيكن وكلات حلوه ممكن 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 اتكلم عن الرنجل المركز قريبين جدا من هم اعتبارهم في نفس الصراحة في الجيال وطلب ان هو يعمل اداء ان هو يحافظ على البوزيشن ان شاء
شاء الله انه يحافظون منافسه شرسه بين جي ال وفريق ال1 مليون على ال 150 دولار، لكن التدريب والتعليم الاغلاط اكثر من انه اخذ جائزه 150. يعني الفرق اللي ما قدمت ايضا تقدر انها تساعد انه تستفيد من الايفنت قد ما تقدر، كاخطاء تكتيكيه او اخطاء استراتيجيه او دروب فايت او اي شيء في الجيم. يعني الجيم مليء بالتفاصيل، مليء بالاحداث تقدر تستفيد منها زي ما انت تبغى، بحكم ان ظروف الجيم او ظروف الايفنت والمنظمين تسمح لك انه في شيء جالس يصير، انه مدرسه جالسه تتعلم منها التدريب. بالاخير الجائزه تعتبر دافع معنوي اكثر من دافع مادي، فتستفيد وتحاول تطور، تشوف تكشف تعرف ايش ممكن انت تحتاج في المستقبل الجاي. يعني مثل بس الكلاس يعني الايفنت، بس الايفنت عامه صحيح عشان معلقين وعشان الكلام ده كله، لكن للاعب عامه اكثر من فايدته للمعلق، لان انت كلاعب بتراجع اخطائك، بتشوف كاتك انت عملت ايه صح عملت ايه غلط. يعني كل اي جي اللي طلب ان هو يراجع الفريق عمله الجيم كان صح ولا غلط في وقت من الاوقات في الجيم، فدي مهمه جدا لاي جي. صحيح صحيح، لكن اتوقع باقي معنا 10 ثواني على بداية الانجل الأخير بوجود 75 لاعب يصرفون وينضحون في لبي الانجل بالانفراد والركض اللي جالس يعني خط الطائرة. أتوقع خط الطائرة راح يكون معي للمرة الأخيرة على الانجل. وأعزائي المشاهدين وأعزائي المستمعين، بدينا معكم بالجيم الأخير من إيفنت الون مليون بخط طائرة متجه من نوفا إلى جنوب الجاتكا وهوسبيتال. كيف ممكن الفرق تسيطر على خط الطائرة بحكم أن خط الطائرة ليس المفضل لأي فريق إلا إذا كان الدروب على الجهة الجنوبية الشرقية أو جزيرة الميلتري بيس. يعني مرحلة العبور للجهة الشمالية أمام روزك وسكول وريونز راح تكون صعبة جدا إلا بوجود الحظ، إذا أنت نازل وعارف وكاشف أنه في سيارة ممكن تختمك إلى وجود. لكن يبدو لي في معلق ثالث معنا بالطيارة جالس يعطي ويشوف ويتحاور ويتكلم ويقول، لكن نستنى ونشوف مرحلة عبور أو نزول الفرق اللي حاضرة معنا. خلونا مع الفريق اللي اختار الميلتري بيس محطة نزول رسمية، وكيف ممكن يحافظ على الميلتري بيس، لأنه دروب الميلتري بيس من أخطر دروب اللي ممكن أنت تعامله بحكم أنه يعتبر في جزيرة أخرى، جزيرة جنوبية وبحر وداخلة وجسر يمين جسر يسار وفريق معك في نفس المكان، لكن لكل فريق ستايل لعب خاص فيه يقدر يتعامل فيه بزي ما يبغى. لوسيل ايضا الغائب الحاضر والعذر زي ما قال، التمس له بالعذر صديقي في المهنه اللي هو شلبي بحكم انه عنده تجهيزات للبطوله المنتظره والحدث الكبير المقدم من ببجي موبايل اللي هو الستار تشالنج. انا شايفين دلوقتي التحرك اللي بيمسك عامه يعني الساب دروب ليه، ده الدروب البديل ليه عامه عن جورج بول، هو بينزل جورج بول بس هو الدروب الثاني ليه على حسب الطياره بيكون بيمسك ولا يحصل تعارض كبير معاه وكيم الرعد في ستار تشالنج عامه. لكن نزل ايه نزل خلاص زي كده كده مشاكل كده من جهه المزدحمه عامه جهه الفرم تقريبا، نتكلم عن 3 4 تيمات موجودين في الفرم بس شركه راح عشان تغير نزلتها الكوبري سكول او روزوك، لكن صاروا مقعدون زي الون ام ال وزي كمان ام اي اي زي كمان تيم الون ام ال، يعني تيم الون ام ال زي التيم كمان اللي هو تيم الميدل اس، فمش عارفين التعامل يكون عامل ازاي في منطقه الفرم. لكن هنشوف، لسه بنتكلم عن دقيقتين في الجيم، لسه بنتكلم كمان عن فايت الاول ممكن يحصل ما بين، يعني هيكون شويه فرق على حساب البوشين، كنا نتابع البوشين كتركي على ايفات مين من دي ار جي كاري وبوجود التومبي وبوجود كمان مياو على ما اظن فرانك موجود. تيم الاسكاري اللي كامل افضلياته العدديه زي ما احنا شايفين تقريبا دي ار جي لاعب كبير، لكن المتبقي زي ما احنا شايفين كده عراق والمواو. صحيح، لكن تقول انه في فريقين او ثلاث فرق موجوده معانا في مدينه خطيره مليئه مدينه بالمفاجات اللي هي مدينه البوتشينكي. ناخذ بريفيو على البوتشينكي ونشوف اماكن توزع الفريقين الموجودين وكيف ممكن يكون مفتاح الفايت، هل ممكن من الجهه اليمنى او من الجهه اليسرى ومرحله العبور في عمليه البوش. نستنى ونشوف توزع الفريقين الموجودين معنا في مدينه البوتشينكي. حرفنا فايتات بوتشينكي من كثر احنا ما نتابع فريق النجم وتعلمنا من تحركاتهم وتوزعاتهم كيف ممكن انت تتعامل فايت، لكن الان معنا فريق ال2K او سكاري او لاعب يكملهم، لكن نشوف كيف ممكن يتعاملون مع الفايت. يعني ما في اي ظروف او اماكن صعبة الا بوتشينكي، ونشوف فريق زد يبتعدون عن الموضوع اللي هو عراق والتي ار جي والزومبس. يعني المواضيع صعبة وبرضه سهلة في نفس الوقت بحكم الزون على الجزيرة الجنوبية على جهة الميلتري بيس، ونشوف مرحلة عبور سريع او روتيشن سريع من الفريق الموجود معنا اللي هو فريق البي اي ار. يعني خطتهم ذكية
يعني حلو انهم يعبرون للجهة اليسرى عكس خط الطائرة تماما، عرف انهم يدخلون ويأمنون نفسهم سيرفايف جدا، يعملون عملية او يكملون عملية اللوت اللي ممكن هم يحتاجونها من اي جهة. لكن نوفا ملتري بيس اتوقع خط احمر، اتوقع راح يواجهون صعوبة، ونشوف فريق تي اس كي وعلى فريق تي ار جي والاول نوك معنا في جيمنا الاخير. يلا يا رسكي، يلا يا سكاري، يلا يا العراق، العراق العظيم بلد الرافدين امام سكاري من غير اي شنطه. والبوش ممكن يصير، ممكن يحلم، ممكن يصير في امور ما نعرف، لكن الشباب ناويينها نية فايت. خلاص في تجهيز او في حاله قرار وحاله طوارئ راح تتم بها المنطقه اللي موجوده على اطراف البوتشنكي. يا شلبي مزدحمة قوي يعني، حتى كمان تيم الونر بدأ يقرب واحدة واحدة كده، كان موجود في الاسكول وشوية بدأ يقرب كده، وكمان على منطقة البوشينكي عامة موجود فيها تيمين ووضعهم صعب جدا، يعني بالذات وضع تيم تي ار جي اللي محاصر من كل مكان، شوية من الونر وشوية من الاسكاري. تيم الريسكي، الريسكي بيحاول ايجاد ثغرة في ظل الدو سكواد الموجود من عرافي ومن مياو، هو تيم يعني على ظل كماشة بتتعمل من تيم الاسكاري، كماشة ناجحة جدا لحد الآن. على رغم دلوقتي وان اتش بي على ما اظن خلاص بيعمل اللي هي بيقول اي مشاكل، بيقول انها مشكله لحظه مش ممكن يحصل، وبالفعل مش حصل، بالفعل اسكاري حضر وبالفعل اسكاري موجودين. هنشوف التي ار جي وهنشوف التعامل هيكون عامل ازاي، موقف صعب جدا جدا. الزومبي ناويها، انا جاي لك وناويها، واقف على الباب بخبط بالسموك وبالانفور وبلوزي، هنشوف يعني لوزي والتعامل هيكون عامل ازاي. هلال موجود كمان ومتبادل الفلفل كده، ونشوف هنشوف الاعراب دلوقتي بعد خساره المياه، وهنشوف الاعراب دلوقتي المعقول اعلى من السد كمان يجب ان يكون لك خلاص جي جي. لكن خلاص جي جي بيخطب دلوقتي الكل زي ما احنا شايفين. فرانك بياكد بالدولار، يعني فرانك بياكد كده وبيخلص الموضوع بدون اي مشاكل. تيم الاسكاري معاك بس كل لحد الان تمام التمام، بس لازم تكون مستعد لمقابله تيم الونر اللي بيقرب منه واحده واحده، بيقرب منه حبه حبه وحبه حبه، وجزيره الملتري بيس هي اللي راح تخطف لنا اكثر فاكثر، يعني تشكل على او توزع الفرق على الماب توزع طبيعي جدا بحكم الفرق اتخذت الجسر الموجود على جسر النوفا اللي هو الجهه الشرقيه، هو الجسر اللي يعتبر خالئ تماما من اي اضرار. اما الجهه الشرق الغربيه راح تكون شرسه بنوعا ما بحكم انها هي نهايه اخر خط الطائره، وممكن تكون مرحله العبور من الجهه الغربيه. لكن استنى نشوف كيف راح تتم عمليه التحرك للفرق المشاركه معنا في ايفنت ال1 مليون. عمليه الجيت كيبنج راح تكون 100% موجوده باي جسر موجود معنا على الجهه اليسرى او الجهه اليمنى، لانه ملتري بيس هو حلم اي فريق. 35% الى 40% زون في 100، فهالشيء راح يشكل خطر كبير 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 جدا. اكيد اكيد يعني مايك من الزون دي زون جوكر مش عارفين رايحه فين، مش عارفين اي جي ال محتاج جدا، اي جي ال مش عارف دلوقتي في جي اس دلوقتي الفايت اللي هيحصل ما بين سكواد البطل سكواد السانوك تيم 9 وتيم 17 اللي موجود دلوقتي. هنشوف الفي جي اس الفايت المره الثانيه على التوالي اللي انتصر فيه المره الاولى تيم جي ال، لكن هنشوف بقى دي وان شوت كلتش، يا ريت نوت فايت دوتي عشان نكون معاهم لحظه بلحظه ونشوف الكلام ناويين على ايه. هنشوف الحامه وهنشوف سعود كلهم موجودين غلطه من ايه الاماكن، حمد في زاويه ولا اربع، حمد ممكن يخطف ليه لا حمد، وخلاص الكماشه اتعملت. الساندوتش اللي اتعمل دلوقتي على البي جي اس هيكون موقف صعب جدا جدا بالنسبه له. دي تي تي هتعمل ازاي؟ دي لازم معجزه الهيه عشان تقدر تطلع من الفايت الصعب اللي زي ما احنا شايفينه. هنشوف سعود وهنشوف الضغط ريدج موجوده حاضر جلتش وان شوت قال لك اداني نص جدعانه في دلوقتي موجود، ممكن تكون الجدعانه كلها الوقوف لكن النوك داون موجوده، وبالفعل الوان شوت قال لك يعني اداني نص جدعانه وبالفعل ده الصح. الوان شوت يعني مش او خد صديقه لوحده، لكن خلاص جي ال قدروا يعملوها بالافضليه العاديه، قدر 1 في 1 سعود بالامكانيات والسكيلز اللي اتكلمنا عنها في اول في ثاني جيم. خلى تيم البي جي اس موقف صعب جدا، باقي منه الوان شوت وباقي منه باقي على مدار فايت كان حلو، لكن السبلتات الخطيره هي اللي ادت انه فريق رقم 9 انه يتعرض لاقصاءات كبيره، لان دخول فريق الجيل كان دخول قوي جدا في تراي الجول، لكن بوش او ممكن دبل نوك وقدر انه يخطف الاول نوك. لكن الشباب منكشفين، عمليه السولو موجود وعامل عمليه الهولدنج خطير جدا، قرر انه يطلع قرر انه يقدم، لكن مصيره راح يكون جدا صعب الا اذا اخذ دور السبورتي موجود. اخذ دمج كبير على تومي، حلوه يا الون شوت، عنده سكيلز، عنده ثبات في الايم، عنده قراءه، عرف ان الرايز بتجي الجهه الجنوبيه، عرف ان الكفر راح يكون صريح من الجهه، لكن ون شوت ون شوت ون شوت بريك يعلم ممكن على السوري موجود 1 في 1 وممكن يكون
كثير، والنوك الثاني مجنون 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 مجنون. الون شوت ون شوت هيد شوت يخلص يفنش جميل، لكن يعتبر بالون اتش بي. هنشوف يلوت وهدوء اعصاب نايس، تحركك نايس، الريموفل الموف اللي عملته بالجهه الجنوبيه انك بشيت على السولو، اخذت السولو 1 في 1 تعتبر شجاعه حلوه لك، لكن شوف كيف راح يكون رتم هالفايت. يعني خلاص موقفه صعب يا شلن. تمين الصراحه يعني وان شوت هو الاخر متوقع من تيم البي جي اس، هو اخر حاملين الرايه بمعنى صح من تيم البي جي اس، لكن تيم الجي ال تيم الجي ال بطل السنه يعني خلاص بعد صارت العدد عامه بعد صارت حمد وبعد صارت تعود العامل المهم وبطلوا ارض السنه تعامل يكون عامل ازاي دلوقتي. حتى لو خلصوا على الوان شوت كسبت صحيح كلها كسبت تقريبا حوالي 5 كيل بعد ما خلصوا على الوان شوت 4 كيل على ما اظن، لكن خسرت قدامهم اثنين من تيمات عنصرين وسلاحين مهمين جدا من تشكيلتك. التعامل بتاعها هيكون عامل ازاي؟ الوان شوت هيختار الانسحاب ولا لا؟ ممكن يختار الانسحاب كاد موجود ديك حاضر يقوم بيه وسبراي، لكن بدون اي جدوى عدى بسلام عدى بامان بدون اي مشكله. ممكن تتحرك بالداسيا قدامك اختيارين بمعنى اصح، قدامك تو اوبشن انت تتحرك او فايت، لكن على ما اظن الوان شوت اختيار يعني ان هو يفايت عامه. قال لك خسرانه تعالى الفايت، تعالى نخطف الاول تعالى نشوف تعالى نطلع عظمه ونطلع مكتب الوودي موجود في اخر ملك الاسم جي اول لوك داون يا ولد يا وان شوت اول لوك داون قلناها ملك ملوك الاسم جي. هنشوف الاخير دلوقتي واحد على واحد من احسن واحد مع الوان شوت موجود وان يا الوان شكلك وان وشكلك نمبر وان. هنشوف الجلتش فيها جلتش ولا لا مع الجي يلا هنشوف ونحدد انا اكيد وان اولى وان شوت والدمبة الدمبة موجود ولد 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 والله مجنون سكواد وايب من الوان شوت بهدوء اعصاب وتكتيك قوي جدا صراحة. اي لاف يو الوان شوت بيلعب بالبدله والله الواد يعني بيفكرني بايبس وان شوت نفس الاسم ونفس الاداء تقريبا، لكن جلتش الصراحه كان بالاسم جي كمان الافضليه العاديه اللي عملها جي ايه الولد هنا حته سد باب مقفول كنت في العرض كنت بالطول الصراحه الواد شوت عملها وقالهم كده الصراحه يعني صراحه والله يا اخي لما تشوف مواهب مثل كذا عندك في المدريس والله تنبسط والله والله انا من الناس اللي لما اشوف لاعبين بهالقوه والاندفجوال سكيلز وهدوء الاعصاب والقراءه يعني سحبته من الكومباوند يعني لو اي لاعب مثلا بيفكر انه خلاص بيمسك الدرج في الكومباوند لكن هو تجرى عرف وقرا انه في سولو لازم يبش عليه عشان يامن الجهه الجنوبيه راح بش على السولو اخذ سولو 1 بي 1 دمج السبورت يعني سوى كل شيء مطلوب منه في عالم التوقعات قلبه الى واقع في هالفايت. يشكر عليه اللاعب ونشوت واحلى تحيه شخصيه مني انا وشلبي لك على هذا المتميز اللي خليتنا يعني نعطيك هالثناء وانت تستاهل اكثر باكثر على الكلام هذا. تعاملوا كمان مع الجاب اللي حصل من حام على ما اظن من تيم الجي ال حام تعاملوا كان ممتاز جدا في رده الفعل كانت قويه جدا الصراحه يستاهل الدعم اللي احنا قلناه له ويستاهل الكلام اللي احنا قلناه له الصراحه. لكن شوف تعامله ازاي بقى يعني خلاص الفايت تعاملك الاخير باقي لك مع الكوره بقى انك تخش البيم اكتر واكتر وتخش في اعماق البيت في اعماق 16 تيم 58 بلاير التعامل هيكون عامل ازاي ده اللي هنشوفه ده اللي هنستمتع بيه. لكن خلاص الجو من الجهه الشماليه تركي هتكون يعني شويه كده الشماليه الغربيه كده يعني واخده يمه الغرب شويه هنشوف دلوقتي التعامل بالنسبه للتي دي اتش كل الجروب مختلف تماما لكن ممكن نشوف دلوقتي فايت ما بين ال1 ال والكلفر وما بين حماده اللي هو ال1 ال برضه مش هيبقى دلوقتي موجود حماده دخل اعماق الاسد دخل كوم الاسد هنشوف الكلام مع تي اتش لا لا كلام كلفر شاطر كلفر موجود يعني يوصل يعني الثاني يا معلم يا معلم يا معلم رستم على ما اظن قدر يخطف الاول ويخطف الثاني في اللي موجود على الدرج حذاري 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 لا حذاري نادي رون ال خلي بالك وانت طالع خلي بالك الولد خطير خلي بالك من رستم رستم حاضر رستم موجود وحذاري مستشفى واقف مكانه رابع من الخبره الكافيه ستون بيخلص من ورا ال ويخلصهم من القلق ويعمل الريفايف بدون اي مشاكل جيس والبليد بالنسبه لتي اتش عملوا اللي عليهم لكن خلاص الافضليه العدديه وتعامل الفريق الصراحه مع الفايت كان كويس والله صراحه اتفاجئ من الفايتات الكلوز اللي جالسه تصير والسكيلز العالي عند الفريقين. شوف لكل شفنا فايتين على التوالي لاعب واحد هو اللي يرجع المياه الى عروق التيم ويرجعه الى قيد الحياه نايس علشان فريق التايتن اللي ما شفناه حاضر معنا دائما يعني عنده شوي في الايفنت اليوم يعني الحظ مش معنا وعن ما لكن فريق الميدل ايست اساسا كاري وفيصل وفيصل وعلوش وسبري ولا اروع ونشوف الشباب بدا يتحررون اكثر ويحاربون على دخول الزون ال1 مليون اللي هو النظر الكبير عليه
في الايفنت بعد التشيكن دينر اللي كان رائع جدا والاداء الاسطوري، وايضا بسان هوك حصوله على المركز الثالث او الرابع. شلبي اتوقع ان الامور انحسمت بنسبه كبيره على فريق ال1 مليون بحكم انه متواجد في منطقه تعتبر فارغه تماما على الزوم. ال1 مليون خلاص يعني كده نقدر نقول له لسه موجود الا لو تيم عمل معجزه او خلصت البطوله عمدا او في الايفنت اللي حصل، لكن ال1 مليون قريب جدا صراحه من الفوز، قريب جدا يعني البطوله من تنظيم ال1 مليون والبطل شكله ضايق. هي فكره ال1 مليون اللي هو افليكس اللي عمل معجزه هيم سنه ب 25 جنيه على ما اظن او 40 جنيه تقريبا، انا اول ما شفته كان معاه 40 جنيه لحد ما فضلت على 25 قدر يخطف مركز ثالث تيمه. شوف الكلام ده على ايه وهنشوف الزون، الزون دي بتفكر في حاجه زون جدا كده والله. الزون صعبه صعبه صعبه، دام الجسر موجود ودام في مياه موجوده، لكن الجهه اليمنى شوي صعبه. شوف انا قلت لك ال1 مليون راح يكون معنا في المراكز الاخيره بحكم ان الجهه فارغه تماما تماما، يعني راح يريح انه يعمل سبلت زي ما هو يبغى، والفيسات الجايه يقدر يتحرك زي ما هو يبغى الا اذا غلط الا اذا سوى شيء غير المتوقع. فريق الريس انمي وسوينتر ليج مع فريق الريس وسبريم من انمي. واخي والله الايمات خطيره هذه، انا يفاجئوني فيها الشباب، ترعب الشباب بمهندسين ما شاء الله كلهم يعني مساطر حاطين مسطره وبيلعبوا عليها على الايم الصراحه. ال1 واي اي على ما اظن اللي هو الامي هو تقريبا هو المخطط، لكن هم كاملين لكن هو الواحد المسطره قريب منه شويه فين اللي كانوا موجودين في السكة. الاول الجيم اتحركت تقريبا عن طريق الميه، بالفعل الوسيله اتحركت عن طريق الميه وبدا يخش شويه من الجهه الغربيه للزون ووصل الزون بدون ادنى مشاكل. لسه وين لو تم في طرق قريبين في بالونه كمان بنشوف سلام بيقرب واحده واحده، سلام داخل دلوقتي في الفوضى خلاص، جاي لك الامي حزاق، جاي لك الامي، جاي لك واحد مرشود لوسين. هنشوف دلوقتي الكلام وهنشوف سلام قولنا على امي ان دلوقتي خلاص بيحاول يعمل استقبال كده على مقاسهم لوسين. هنشوف دلوقتي الامي وهنشوف عامله يكون عامل ازاي في الدقيقه 15 وبظل الطابعه اللي بره منه شويه هيخلص الفايت ده مش سلام واحد على واحد. هنشوف الاهلي وهنشوف سلام قولنا على سلام الوسين، لكن ممكن الموضوع يكون صعب جدا، محتاج كفر من بعيد، محتاج دعم من تيمو، دعم متواصل من تيمو. الاهلي في الشرطه عايز الجمله في انيب موجوده، عايز باند، عايز واحده بلياردو، بلياردو موجوده، عيني انيب ممكن تهدي، ممكن تكون موجوده. هتشوف الكلام يا لامي، اين انت يا لامي؟ انا لا اسمعك يا احد الان. سلام لو اتش بي على ما اظن خلاص هيعمل هيك بدون ادنى مشكله، خلاص كلهم موجودين معتمد يعني شويه كده المجمد قلب الاي ام 1 على ما اظن او الامي ان هم موجودين في الهاي جراوند عماد و لكن الفايت لسه بينها، لسه الفايت موجود، لسه ممكن نلعب الفايت، لسه ولد عايز ولد يريد والله يدفع عنه ما يريد. يا عيني عليك الولد ده ولد والجمب، ولد بيخطف الاول بدون اي مشاكل. اسلام كان عايز يقدم الخطر وعايز يقدم الدعم للام اي، لكن خلاص بيرجع بدون ادنى مشكله عشان ما يكونش خطر زي ما حصل للام 1. والله فريق الوسيل جالس يراوغ ويناور الفايت ده بشكل حلو، لكن الى متى راح تسد؟ راح يكون الضغط عليهم. نشوف دخول سبارو اللي عمل بلاك اسطوري وفريق الزد اي، خلاص الزون صار صعب جدا وبدا يشفف على الزون الرابع على جهه صعبه جدا. يا ايش اللي قاعد يصير؟ ايش اللي قاعد يصير؟ نوك من عالم الاحلام والرس والهيد يعني ملاحقين بعض حتى في الجسر، يعني خلاص لازم اخذك او تاخذني. والاكس 3 اللي كاشف خلاص تفقيد المركبه هو الهدف الوحيد لعمليه النوك 1 2 3، خلاص دبل نوك داون الا اذا كان في معجزه ممكن تصير معنا. انمي مجبور بالتقدم ودبل النوك داون وعمليه الفينش اللي حلت عليهم، خلاص اعطوا قرار انه لازم نبوش، لازم نعمل هو 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 هو, هو الخطير، هو هو يعملها ممكن يسويها، لكن اصراره كبير، اصراره العالي، اصراره المتسلسل، وموقف صعب جدا، وموقف صعب جدا، وكفر ضيق جدا، ومأساة حلت للهيت. ووو الهيت 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 حل العذاب وحلت القضية بإقصاء فريق الرس ودعم وطرف ثالث وموضوع صعب وجسر. وين يا انمي؟ هو الجمشوت، هو 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 هو، خلي بالك خلي بالك تطلع، هو كلاوش والون بي ون. وانمي المجنون بيسان لابد تتحرك، لابد تتحرك يا بيسان، 3 2 1 وبيسان يتقدم. يلا خلونا نشوف بيسان، خلونا نشوف بيسان. بيسان في موقف هنا تبان الخبرة، هنا تبان الاي كيو بلاير، موقف ونكات واضرار من جهتين،
ونقدر نقول جي جي بيسان. يعني صراحة ولا على البال ولا على الخاطر صراحة. لو سير كده بيمس عليه بيمس عليه ستوب كده من وانا بقل بيقوم بيقول انا موجود ما تقلقش يعني. مش هنولك اللي في باك الصراحة، لكن فرصة كويسة جدا للأرياس اني من العمل أداء والأروع. سكيبس كمان من نهاية اللي عمل استقبال ولا أروع لكيم الريس أجريكتو في الأول والثاني والثاني قالوا وايد قالوا الأخير. لكن شباب وجود الانمي في التيم ده قدر يحافظ عليه وقدر يحافظ على طيب هنا وايد هنا كمان يعني أربعة كلمة على الانمي على وزن حتى قالت. لكن الظروف مغيرة تمام دلوقتي وشفت شوية راح للجهة اليمين الجهة الشرعية بنشوف دلوقتي الموجود في التيم الون ام ال اللي انت اتكلمت عنه من الأول اللي كان سهلة جدا بخصوص الاريا المفتوحة اللي قدامه. لكن خلاص الويبر الون ام ال موجود 19 و 23 الفايت اللي هيتحدد شوية مين مسيطر على الزون أكثر وأكثر مين التعب العالي في الزون ده اللي هنشوفه ده اللي هنتأكد منه. افليكس والنيد يا عيني عليك يا افليكس افليكس والنيد بيخطف نيد كده من الوينر هنشوف الكلام ناويين على ايه فين طريقك فين يا نتفليكس بيروحوا له منين السبراي موجود هنا والسبراي موجود هناك الموحه والسبراي الموحه دلوقتي بيخش الكويت اكتر واكتر بينه موجود والدعس بيتم يا عيني عليك دعس بيتم كده من الموحه على اعتاب وعلى انظار اللولا من تيم الوينر. الوينر دلوقتي متقسم من كل مكان الجيم دلوقتي بقت صعبه جدا ظلوا كمان جامايكا الفاي جراوند هنشوف الموحه ناوي على ايه على اظن التيم المعلق هيجي على اظن هنشوف الوينر ايه وهنشوف اللول افليكس موجود افليكس دلوقتي يعني المتوقع من تيم البطل في المركز الاول في الجيم الاول لتركي هو افليكس وموحه التعامل بتاعهم هيكون عامل ازاي بالظبط ممكن نعتمد على الله. صحيح صحيح لكن ناجي وحيد الفريق المتصدر وممكن فريق المتصدر يسمحون او يحلون عليه العقاب. شباب الايفنت حلو منافسه شريفه جدا نرجع نقول لا تنسونا ايضا من اللايك والشير ونشوف فريق اللوسيل وونتد والون مليون بالام يعني ريو سبري بسكار المتفكات تايتن علوش حلوة من فريق الزد اي وينك يا اوبري نيو وورك او صراحة سامي حلوة تعقيب على الاسامي والالقاب صراحة حلوة نور من فريق التايتن فولت موقفكم صعب جدا عليكم ضغط من فريق الزد اي الريس الناجي الوحيد البي اي ار اللي كانوا مستعجلين في عملية الروتيشن بالاخير هم في هضبة حلوة يقدرون يحافظون عليها زي ما هم يبغون. ظروف جيم صعبة وظروف الجيم جريئة لكن اتوقع اللي في البث يقولون لقطة بيسان هي لقطة الموسم حلوة انا عارف ان لقطة الموسم والميمز 100% راح يكون حاضر معنا على لقطة بيسان الصراط طيب بيسان يعني صراحة يعني قال له كده من الكاميرا قال له الصراط طيب يعني ما تجيش لها تاني بقى بالقوم الصراحة دهاله يعني. لكن هنشوف دلوقتي مشهد الزون صراحة مشهد صعب جدا هنشوف التعامل هيكون عامل ازاي افلكس موجود ورونو الس ريمان سكواد مع الونر كمان قريبين نشوف شوية دلوقتي يكون كمان جبارة البطل بيعمل تركيز السيارة عشان يطلع كفر ليه في الرنجة موجودة زون ضيقة جدا جدا 21 مليار بتاعت موجودين مين هو البطل مين هو صاحب القرار مين هو صاحب وين في الجيم الاخير صاحب وجبة العشاء في الجيم الاخير هنشوف الجمايكا ونشوف جبارة افلكس موجود الونر ال وينر في اليسار مركز سريع جدا الجبل مسيطر عليه من اربع حمايات لكن من ضمن فكان لسه في المشهد بنشوف كل دلوقتي بنشوف طلبة في اليسار بنشوف تسليم كتير جدا صراحة لسه باقي سلتان من تيم الاس ام بي لسه باقي ون ال كليبر لسه باقي كمان وينر اللول لكن خلاص بيخلصها لوسيل من زاوية أخرى خالص اللي هو سلام على ما أظن بيخلصها من بعيد جدا بيخلص وينهي أمال تيم سلتان في الجيم الأخير نشوف الجمايكا ونشوف الشباب هنشوف بكرة هيكون عامل ازاي هنشوف سلام دلوقتي بالإنفور حاضر بثبات ام خطير يا عيني عليك جامايكا بيرد عليه رد سريع جدا 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 جامايكا بيقول له انا موجود ما تقربش انا موجود ده مكان دي حتتي خلاص ممكن تشوف دلوقتي وانتد ممكن تشوف دلوقتي عمليه الريفاي اللي هتكمل وهي عمليه الريفاي هتكون سهله الى حد ما لكن هم دلوقتي قوي الزوم انا الانمي عندهم رحمه فالزوم ما عندهاش اي رحمه هنشوف جامايكا بتيل الدي ار هو المتبقي على ما اظن يعني هو المتبقي شويه يقدر يخش الزوم عمليه كل الزوم هتكون سهله الى حد ما لكن هتشوف مين الفريق صاحب الحظوظ العالية الصراحة ووو يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله جاب سبري خلاص جي جي قال لهم جي جي شباب لكن ولا سنايبر في اخر نقطة نظر وفي على فريق اللوسيل وضغط عليه لكن بالاخير فريق اللوسيل بعدد كلات مهول جدا جدا سلام ووانت 12 كل هل ممكن نشوف ممكن نشوف الكل رقم 13 حلوة منك يا وانت يعني لوسيل لو جابوا ذا الشيكين راح يكون عدد نقاطهم حلو ويعكسون منظور اخر
عن الجولتين اللي كانت معنا. فريق الزد اي متمركزين 3 كل ويقدروا يجمعوا يستفيدون من البوزيشن والهاي وتوزعهم الخطير جدا جدا، لكن باقي كاري الموجود وكاشفهم اللي ممكن يكون هو نقطة الضعف لفريق الزد اي. يا شلم جمايك يا جمايك، والبي ار 6 كل، وبيرلو يا بيرلو 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 بيرلو، يلا 5 فرق 11 لاعب معنا بآخر جيم الإيفنت الـ 1 مليون بـ 150 دولار، لكن إن شاء الله نشوف يعني تشيكن حلو، مين صاحب الحظ ومين هو صاحب الـ 15 نقطة؟ مين يا ترى؟ الزون راح يشفت على الفيس السابع، لكن المنطقة تعتبر أوبن إيريا ومغرية لجمع أكبر عدد من القتلات، ونشوف لول ممكن يكون لول او لا، ممكن تكون سبري، ممكن يكون ضغط من حسان من فريق البي ار. جمايكا ب4 كل، وين راح تكون نهاياتكم؟ كاري اللي يعني سيرفايف عالي جدا، شايف الاطراف تتضرب لكن هو هادي. سلام اي جي ال وعقلية فريق اللوسيل جالس ينافس ايضا على التشيكن دينر. شلبي اتوقع مش موجود. وانتد 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 يا وانتد يا وانتد، 1-2 بين وانتد وسلام. هذا نوك من هنا، لكن وانتد بالاخير اعطينا عين ونوك داون. يلا جي جي شباب، جي جي، اداء حلو من فريق الوسيد، لكن نشوف ختام هالجيم مين راح يختمها ومين راح يعمل معجزه التشيكن دينر في جيم. واو 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 واو، دخول قاسي 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 جدا، 1v1 يا ولد، يا الله يا الله يا الله يا الله. زدي هو المستفيد الأكبر من هالقصص والسيناريوهات اللي جالسة تحل على الفرق الموجودين أو المتأخرين عن الزون. يلا نستنى ونشوف مين هو صاحب الحظ السعيد، لوسيل أم الزد إي؟ يلا يا الزد إي، منافسة شريفة بين دو ودو، الكفة لكم، لكن صاحب الكفة الأكبر اللي هو صاحب الزون. لكن نرفع الكام وتحية احترام لجميع الفرق المشاركين وأيضا المنظمين لإيفنت الون مليون والفريقين الموجودين اللي معنا على قيد الحياة بآخر دقائق جيم الرينجل الأخير من إيفنت الون مليون. فريق اللوسيل موقفهم صعب جدا بحكم الزر يضغط عليهم اكثر. سلام بلوتا موقفه صعب جدا، لكن ممكن الخبره تتفوق على ظروف الجيم اللي جالسه تواجه سلام. لكن سلام يلا يا سلام، لاعب سوري يملك عقليه رائعه جدا، عنده حلول، عنده خبره، عنده سكيلز، عنده ايم. يلا يا سلام وريني السلام اللي راح تخليه يحل على ايرينجل بالكامل. لكن سلام يتجه يبغى يكشف بالجم شوت على الموقف او تفركس فريق الزد اي، يتجه للمفور يحول اليو ام بي، يبغى اي معلومه ممكن تفيده الى اخر الجيم. وايضا فريق الزد اي ثباتهم وقوتهم في اخر الجيم وتمركزهم المجنون والرائع جدا اللي خلانا نشوفهم ايضا معنا في اخر الجيم. يلا يا جماعه، لوسيل ام الزد اي؟ ناخذ منظور فريق الزد اي، يعني سلام وانتد والزد اي اوفر ونيويورك، يعني املكم يا انا يا انت، هي 12 أو 15 نقطة، لكن المستفيد الأكبر بتعديل جدول الترتيب اللي هو فريق لوسيل، لأنه عنده عدد كلات مهولة جدا وقرر إنه يتحرك من الجهة اليسرى، لكن سلام ممكن يعملها. وانتد وسلام، سلام يا سلام، سلم وبلغ سلامي وتحياتي إلى من يهمه الأمر أن سلام موجود. سلام العقلية العقيد المجنون ينهي أمال فريق الزد إي بي وينر وينر تشيكن دينر. وارسل سلامي إلى سلام وسبارو وكريبوي وونتد على البارتي المقدم في آخر جيم إرينجل. جي جي والبليد لجميع الفرق 18 اللي مشاركين معنا في إيفنت الون مليون. كان معكم أخوكم تركي، وأيضا كان معكم أخوكم شلبي في التعليق والنقل على هالإيفنت الأقوى والأفضل والرائع بجائزة 150 دولار. صراحة أداء مشرف ورائع من فريق اللوسيل وفريق الزد إي، ظروف كانت صعبة لكن القوة والعزيمة هي ضد أي ظروف ممكن تواجهك في آخر الجيم. جيم كان حلو والله، جيم كان حلو والله. تحية اللوسيل عامل رومتدة عالية وصراحة في الجيم الأخير. جي جي والبليد، صراحة جيم كان حلو
في مفاجآت حلوة، في فايتات حلوة، في أشياء مليئة بالروعة. شلبي أتوقع أنك حضرت آخر الجيم وشفت الزونات وشفت الأمور الحلوة 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 الحلوة. نهاية الجيم بصراحة من أول ما احنا اتكلمنا أنا وأنت من بداية الزون الثالثة وشفت الزون غريبة شوية، بدأت تاخد شوية يمين، بدأت شوية تاخد، شفت زون شرقي في أكثر من مرة، لكن جبل الجبل والتمات اللي كانت على الجبل يعني مصير، كانوا تحت الجبل في الجهة على ما أظن الجهة الشمالية من الجبل، الجنوبية قصدي من الجبل. الفايت اللي حصل على الجبل في زون الأربع تيمات كان موجود على ما أظن وينر وتيم الوان ال وكذا تيم تاني، ساعد شوية الوصيل في إن هم يقدروا يخشوا زون بكل سلام، والايم الصراحه العالي من الشباب بالنسبه للوند وبالنسبه للسلام قدروا يخشوا الزون بكل اريحيه وقدروا يخلصوا الجيم يعني بدون مشاكل بمعنى صح. طبعا في طلب من المنظمين انه يكون جيم رابع، وما راح ارد لكم هالطلب انا وشلبي الا اذا كان شلبي عنده شيء مشغول، لكن انا شخصيا راح اكون برضو معكم بالتغطيه بالجيم الرابع. يلا ندخل الجيم الرابع، والله يستاهلون على الاداء الرائع، ونغطي اخر جيم. وتسددوا لي $400 شباب على السريع، يعني ندين لابد $100 زيادة. يا الله يا الله يا الله، والله كيم كان حلو صراحة من الاول الصراحه، من اول الزون حتى بان الجيم حلو، اول الزون التالت تقريبا، حتى السكيلات اللي حصلت من تيم لقطه بيسانتي صح، يعني لقطه الجيم قال لكم الصراحه طيب بالحب كده. يلا جي جي والبليد، بس خلونا بدام في جيم رابع راح ناخذ بس بريك بسيط وراح نرجع لكم، نقدر نشرب مويه نسوي اي شيء.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم، رجعنا لكم بالجيم الاخير من ايفنت ال 1 مليون. اهلا يا شلبي. الو 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 شلبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واسعد الله اوقاتكم بكل خير. معكم بالجيم الاخير من ايفنت ال 1 مليون. لكن خلونا نتاكد من صوت شلبي ونشوف صوت شلبي موجود او لا. الو يا شلبي، المشكلة من عندك حبيبي. المشكلة من عندك. الو ديسكتوب. الو المشكلة هذه. الو 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 يلا جي خلونا نرجع لظروف الجيم ونشوف خط الطيارة اللي صراحة أرض الفرق صراحة، يعني عكس الجيم اللي طاف. يعني الجيم اللي طاف كان في مشاكل شوي في الخط، لكن الحين خط يعني متوازن نوعا ما ومريح للفرق كلها انها تتعامل معه زي ما هي تبغى. لكن خلونا نستنى القاضي الاول والزون الاول اللي هو اللي راح يحكم على الفرق مصيرهم كيف يتحكمون في الجيم. شوف فريق الهيت القريب من فريق ال 1 مليون اللي حاضرين في منطقه الجورج بول الحاضرين، لكن كيف راح يستغلونها بعمليه يسيطرون على الجورج بول بشكل كبير. تكلم عن مكان مفغم ومليء باللوت اللي ممكن يستفادون منه بشكل جدا كبير. يلا يا جماعه لا تنسونا من اللايك، وايضا لا تنسونا من الشير للبث. ونشوف الزون يعتبر شمالي غربي شرقي نوعا ما، انه يقدرون يستفيدون من الشباب بشكل جدا كبير. 1 مليون الحاضر الغايب برضه التوكيد مع فريق التي ار جي اللي في فايت، اتوقع في بوشينكي مع فريق سكاري اللي كانوا في بداية الجيم رينج اللي طاف كانوا في بوشينكي، والان بوشينكي معهم فريق الزد اللي حاضرين وعارفين وكاشفين. نشوف الزومبي من سكارس اعطى دمج او ممكن من غير دمج، لكن تتكلم عن واقع ثلاث فرق موجودة في بوشينكي، يعني كيف ممكن يتصرفون ومن هو صاحب اكبر عدد من النقاط اللي ممكن يجمعها. تتكلم عن عدد مهول، تتكلم عن 12 لاعب موجود في بوشينكي، يعني الفريق اللي راح يسيطر على بوشينكي ممكن يزيد ويرفع رصيده من النقاط. ونشوف سكاري متفوقين على فريق التايتن اللي موجودين في بوشينكي، ونوك داون اول، وصالح في موقف صعب جدا، وعراق والتي ار جي بعد خساره اللاعب، وتوزع خطير لدى الثلاث فرق الموجوده والحاضره معنا. نرفع ونشوف كيف راح يكون مصيرهم. يلا يلا التايتن، يلا يا شباب. ونشوف برضو فريق الميدل ايست بالفي اس اس على الفريق ال 1 واي اي. الفينش موجود واليوزي موجود والكلوز رينج اللي حاضر معنا، وكحلي حلوه ممكن، لكن اخذ دمج بسيط اللي صار كاشف عن تمركز اللاعب الموجود بالجهه الشماليه بالكومباوند بالدور الثاني. يلا يا شباب نرجع لمجريات الجيم الاخير اللي راح يحكم معنا، اللي راح يزيد ويغير جدول الترتيب بحكم انه الشباب طالبين انه في الايفنت يكون في جيم رابع، انه في فرصه انه يكون موضوع النقاط المين او اللي يقدر يستفيد من الجيم الرابع. خلونا بس نتاكد من رجوع شلبي. في 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 اشياء تصير بين الفريقين الموجودين مع بوشينكي. يلا يا ولد روح، يلا يا ولد ودي، يلا يا ولد عدل سوي افعل، والمشي اللي على كيف مخك وريفايف ولا احلى. يلا يا العراف العراف العراف، هل ممكن تكون كاشف وعارف، او ممكن يكون في منطقة خطرة يعني ضيق عليك الموضوع اكثر فاكثر. يوم بي 25 طلقة درع 2 خوذا 1، يعني تقدر تبيك، تقدر تعمل صالح وفولت اللي موجودين بكمباوند، وعليهم عملية حصار من جهة اخرى موجودة بالكمباوند.
سلام سلام سلام. والمنشن وخلاص كشفوهم، صار لابد انهم يتقدمون، لابد انهم يسيطرون. والعراف العراف العراف بكشف وعرف يتقدم للجهة الاخرى المقابلة من الكمباوند، ونشوف الكلوز رينج اللي حل وعملية الجيت كيبينج من فولت اللي ما يبغى يكشف الا بعد ما يتأكد بالنوك او الفينش في نفس اللحظة. يلا يا شباب ورونا شو ممكن يصير. الزد اي ام تي ار جي سنيك، والشباب توقع بوتشينكي هي محطة يعني تجمع الفرق بآخر جيم. تكلم عن ثلاث فرق وجيم أخير، طبيعي أنك أنت راح تمر على سيناريو أو تعودت على سيناريو مثل كذا. يلا يا شباب ورونا. ما في أي مواضيع، ما في أي مشاكل. يلا نستنى ونشوف الفولت اي كي والجيت عشان يكشفون. بري ولا اربع بري فاير خطير جدا من ضرب يوزي. ممكن نشوف دبل نوك ممكن او لا، لكن الشباب يستخيرون، الشباب يفكرون، ما يبغون يكونون يعني يعطي نوك سهل. وهذه الصفة تعتبر حلوة، انه الشباب يعني في نوع من انواع التطوير او التدريب انك ما تسلم نفسك او تعطي نفسك نوك على الفاضي. يعني تكون عندك سيرفايف قوي جدا وتبيك، تكون عندك يعني فوكس قوي على الايم انك تعطي نوك من غير اي ضرر. اما بريفير من غير اي فائدة انه تعطي وتكشف انك انت موجود، لكن تاخذ طلقة طلقتين والباقي كله بالهواء. يلا يا جماعة نرجع لمجريات الجيم ونرجع الجيم بوتشينكي الاخير. يلا نستنى. ما في اي شيء، خلاص الشباب يعني عارفين انه بوتشينكي يعني اكثر العالم متمرسين انه كيف ياخذون فايت بوتشينكي، لكن الموضوع صار صعب ودمج على ديسكي وبدوا يتدخلون اكثر فاكثر، وحالة الطوارئ صارت موجودة على بوتشينكي وبدت الدمج والدماء تنتثر اكثر فاكثر على الثلاث اطراف او الطرفين اللي خاشين مع بعض. تقدم فريق التي ار جي عبسي بالام 7 40 طلقة، يعني كيف انه يعطي دبل نوك داون اذا تحرك في التمركز الصحيح اللي يعطيه بروتيشن حلو على الكومباوند هذا، واخذ النوك داون الاول ورد الفعل. وهو اب 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 صراحة الموضوع صعب جدا 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 جدا, جداً. والأمور تكون غير صالحة فلو. يلا نرجع وشلون طالبين جيم أخير وكلكم بوتشينكي. أنا صراحة يعني يلا يا جماعة ونرجع، خلونا يعني انه نشوف انه الجيم الاخير هو الجيم اللي راح يكون يعني فيه شوية استهتار، بس مو لهالدرجة شباب. لكن نرجع لمجريات الجيم ونشوف ايش ممكن يصير. يعني ما في اي مواضيع الا فريق لوسيل بعد جيم كان حلو. أوب 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 أوب. يلا يا سلام وانتز وزد اي ريو نيور ترقاعة قلبي الموجود في جورج. بنشوف بوشينكي خلاص صارت اضرار وصارت مشاكل، وابو كحلي الموجود، ومين معنا برضو كمان، والفي جي اس والتي اتس كيو جدا. ووو يعني زعاج في طرف اول، طرف ثاني، طرف رابع، طرف خامس، طرف 26 على مدينة البوتشينكي. واتوقع الشباب طلع عن سيطرة التدريب وصار الموضوع فيه شوية عشوائية. يلا يلا يا جماعة ورونا ايش ممكن يصير. هل ممكن تنتهي مأساة بوتشينكي؟ نشوف مين في كوكا يقول انا موجود. يا الله يا الله يا الله يلا الفي جي سي يلا
يلا ال بي بي سي ورينا ايش ممكن يصير، ورينا ايش ممكن تكون نهاية الجيم. اوب 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 تقدم يا ولد، تقدم ايها المغوار، تقدم ايها الصالح، ايها القوي. تيتس كيو ليدر، رستم، شادي، هلال او مدري مين. الى متى راح تكون هالمشاكل اللي حلت عليكم؟ هل ممكن في انسحاب من بوتشينكي؟ 13 فريق و50 لاعب في اقل من 5 دقائق او 10 دقائق. يعني شباب داخلين متحمسين، خلونا ناخذ لمحه على الزون ونشوف الزون وين راح يعطينا تفاصيل اكثر، وين يبغى يودينا. بنحاول بقد ما نقدر الشباب يعني يلعبون بشويه هداوة، بشويه تكتيك وبشويه استراتيجيه، يحاولون يعني يستفيدون اكثر من الظروف التدريبيه. لكن فريق لوسيل على فريق ال1 مليون ممكن نقدر نقول انه لوسيل وسبارو يعني هم المتنافسين على الايفنت، وبوش ممكن يصير. نستنى ونشوف وين الموضوع اللي راح يتم عليه. لوسيل سبارو اعطوا النوك الاول، ممكن تكون في ضمان للكل او لا. هيا بنا، هيا بنا ايها الشجعان. 1 مليون ولوسيل، يعني خلاص لوسيل عارفين وكاشفين مكانهم، خلاص استرجاع. وجسر جورج بول هو صار الجسر اللي ممكن يكون عليه تفكير او فوكس اكثر للفريقين المتنافسين على الايفنت. با 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 با. خلونا نرجع برضو ونشوف النجم العراقي القوي اللي هو كوكا، ونقدر نقول جي جي كوكا. كوكا اب اكس فور ام فور، عارف وكاشف كيف راح يكون النظام عند تومي والشباب اللي متواجدين على تضاريس حلوة لعمل اي فايت ممكن يصير. يلا يا يا ساتر. يلا يا شباب 13 فريق و49 لاعب معنا على قيد الحياة. ناخذ لمحة بسيطة على الزون ونشوف وين راح يكون الشفت الجاي، على اي مكان او على اي اتجاه. هل ممكن نشوف الشوت جريك على الزون، او ممكن تطلع وتروح على سيفيرني وتسحب شوي على الجورج بول؟ لكن اتوقع انها راح تكون على نصف الشوت جريك، او ممكن روز هوك. يعني في احتمال بسيط بحكم ان الرومات رومات اي سبورت، فممكن نشوف هارد شيفت ما بين الزون الثاني والثالث. ما في اي معلومة عن الزون. يا الزون الزون يا الزون، ما في اي، اتوقع كل مسج ما في اي نكات ولا في اي شيء قاعد تصير صعبة على الفرق. لكن نستنى ونشوف دخول الشباب. الروز يلا قرب الزون يفلش اكثر، على وين يفلش؟ تركي نبي نشوف الميدل ايست اسيسنس من عيني، هذه قبل هذه يا حبي. هذا الميدل ايست اسيسنس على كاري، خسرانين فيصل لكن جاهم حلو. بس لك توقع انه عملية سكاوت هي دور كاري يكشف بوزيشن او يحاول يعطي معلومة اكثر، يحاول يشوف الشباب الوين وين راح يلعبون. تعالوا شباب الكفر هذا حلو ممتاز جدا، نقدر نلعب فيه، نقدر نستفيد منه اكثر فاكثر. با 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 با. نروح بس نشوف شيء او نتاكد من شيء. با 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 با. يلا بينا، يلا 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 يا حبيبي يلا. هذا الميدل ايست اسنس موجودين اسنس، والله الميدل ايست اسنس من اقدم الاسامي الموجوده الميدل ايست. يعني كذا اتكلم عن روسترهم كان راجنر بوجو، وايضا اتوقع اذا ما خاب ظني كايتو كان معاهم. يعني كانوا من ناس سباقة في عالم الإسبورت ببجي موبايل، لكن الشباب احترفوا وشرفوا على منظمات منظمات بقى الاسم موجود. أيضا استثمارهم للمواهب الموجودة شيء يشكرون عليه. ترجع بالإكس إكس، يحاول يعطي نوك، يحاول يشوف أي شيء
يعدل يبدل وقدرنا يجيب النوك الاول طر قاع من هالمسافه البعيده جدا، لكن F6 معطيه رؤيه جدا ممتازه. نشوف دخلنا في الربع ساعه الاولى الجيم الاخير وضغط من فريق الزفئي على الفريق المقابل بالضفه الشرقيه. بيك ولا اروع، ممكن يكون من طر قاعه لكن طر قاعه خلاص بعد النوك عمليه الفينش راح تصعب عليه اكثر، لكن برج مراقبه والجسر الموجودين في فريق الزفئي يعتبر ممتاز جدا جدا لجمع اكبر عدد من المعلومات وايضا للكلات. يلا شباب ما فيش اي مشاكل ممكن تواجه الفرق والامور حلوه ومريحه انك تلعب على زونات حلوه، يعني في زونات حلوه كيف حلوه انك تقدر تلعب فيها. يعني سمعت الكلام هذا من اكثر من مدرب على صعيد مثلا اي ريجن، مو تكلم على الشرق الاوسط خصيصا، مثلا نتكلم على اوروبا، انه في نظريه عند الكوتشنج انه في زونات تقدر تلعب فيها. كيف تقدر تلعب فيها؟ انه تقدر انك انت تطبق اي شيء انت تبغاه، لما يكون عندك كفر، لما يكون عندك هاي بوزيشن، لما يكون عندك رج بسيط، يعني في مساحات تقدر تلعب فيها زي ما تبغى. وهذه الزونات راح تحضر بس اذا كان في مياه او في ظروف جيم صعبه على قفله مثلا على هاي ولو جراوند، هنا ظروف تصير صعبه. يلا جي جي نستنى ونشوف وين راح تتم عملية شفت الزون الجاي اللي راح يحدد مصير. لكن الزون قفل في أخف، يعني في أسوأ منطقة ممكن أنت تتعامل فيها، اللي هي يعني نص الزون ما بين حدود الروز هوك والجسر المؤدي إلى روزك والهاي بوزيشن اللي موجود فيها. نظرية صعبة ممكن تؤدي إلى يعني ضياع طموح أي فريق ممكن قادر أنه يقدم إلى، إلا إذا كان روتيشنك سريع. لكن شوف فريق الميدل إيست أساسنز بعد المارك على الكمباوند اللي كان موجود أدى إليهم. يلا تركي هذا روستر سعودي قادم بقوة في، تذكر أسامينا مش دعوة حبيبي على عيني وراسي إن شاء الله، وفالكم الأول بإذن الله. يلا هذا الجيم ذكرني بجيم البي ام جي سي، قفلة الزر هذه دائما يعني تعطيك روز تعطيك الهاي يعني. هو كاريبوي، يلا يا لوسيل وسبارو والوانتد وسلام سلام. هل ممكن يحل السلام على رينجل ويقفل مفاتيح الرينجل بعد قفلها بعدد كلات مهول جدا؟ تتكلم عن 15 كل او 16 كل، يعني هالجيم راح يزيد عن نقاط. لكن طرف الزون والريس سلام بالانفور لكن من غير ايفر، وسنجل على فريق ال1 مليون وعلامه تبويب من سلام ودمج قوي جدا على وانتد واي سبورت تتكلم عنه عند سلام. وحلو الفايت وحلو الفايتات طرف الزون، يعني تحتاج كوميونيكيشن عالي وايضا سينرجي عالي يزيد من قوه الاتصال لدى التيم في اعطاء انفو كبير وتعرض لتشنافه بين فريق الريس. نقدر نقول اضرار حلت واكشن قوي جدا عند فريق الريس. يا الله لوسيل في موقف ابدا لا يحسدون عليه، لكن استقبال ولا اروع من سبار نوك داون سلام، خلاص سبريهات كبيره عليهم. سلام موقفه جدا لا يحسد عليه. يلا دبل نوك داون لفريق لوسيل، عامل ريفايف ممكن تحل على سبارو والوانتد. نشوف الزد اي ونرجع لطرقاع ونيويورك. طرقاع بنوك داون ممكن يكون فينش، لكن الباب يحتم على طرقاع انه يعمل كفر. والميدل ايست اساسنس علوش وكاري في كومباوند ابدا يعني يشترى بمليون باخر ظروف الجيم اللي حلت على الفرق. وال1 مليون ممكن بيك عن من علوش مسكر ال من المسافه البعيده. والكل مسج ايضا من فريق الزد اي اللي يفرض سيطره من فريق الزد اي انهم يمارسون طقوس طرف الزون اللي ممكن يحافظون عليها، لكن في عمليه بوش عليهم من فريق ال1 مليون فايت استراتيجي مليء بالكفرات. لكن تحرك وتوزع اخير وقرار صعب جدا من فريق الزد اي بياخذ النوك داون الاول على برستيج. هو الكفر الرائع من نيويورك، لكن ريو وتوزع الزد اي قوي جدا وبلو 1 مليون في تعداد الموتى. صفاره انذار حلت على فريق ال1 مليون من فريق الزد اي بتوزعهم الرهيب جدا والضغط الكبير من ريو من الهاي بوزيشن. يعني شوف ممكن كيف يتصرفون، هل ممكن تتم عمليه الريفاف الا اذا سمع فريق الزد اي او تشجعوا انهم يقولون بوش ونيت. حلوه وجميله، يعجبني الفايتات اللي كذا انه انا راح احافظ على البوزيشن حقي مهما تصار علي ظروف كبيره، راح اتم احارب اكثر فاكثر اني احافظ. ناجي وحيد وسولو وحيد من المليون نيت ممكن تقسي ال1 مليون من هالمسافه البعيده. لايككم اشتراك من زمان على التعليق جدا 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 جدا، وتعليق انك سولو برضو جدا يمكن. يلا جيجي ان شاء الله نحاول نطلع قد ما نقدر بالمستوى. ايضا زونا وريو صار مكشوف
ثري ولو طاح نوك راح تكون مصيبه لفريق الزد اي ولو 16 والسنجل شوت وحلو النوك من ريو. عمليه تغطيه سريعه جدا جدا ريو مجنونه لكن خلاص عمليه الفينش راح تتم عليه. حلو جيم حلو وايضا فايتات حلوه وتغطيات جميله وتوزعات جدا مجنونه للكي وعمليه الفينش حلت وزد اي. تشجعون مين راح يكون نصيبكم كيف ممكن تتلافون؟ يلا يا جماعه باقي معنا فقط 11 فريق و32 لاعب في ظروف جيم ابد لا يحسدون علي الفرق المشاركين معنا بجيم رينج. نستنى ونشوف كيف ممكن الفرق تتعامل مع هالظروف الصعبه اللي حلت عليهم والاضرار المجنونه والظروف الصعبه اللي تواجه جميع الفرق في رفع الهيلينج او النكات او الفايتات اللي ممكن تحل في طرف الزون. فريق لوسيل بثقافه السبعه كل وعامل خبره زايد عن فريق لوسيل جالس يفرض سيطرتهم اكثر على الفرق اللي موجوده، لكن المعجزات والمواهب الموجودة في الميدل إيست لا تترك المستحيل جدا جدا جدا. 12 16 كيلو جيم والآن 7 كيلو موجودين بالتوب 10، يعني ممكن نقول فريق لوسيل هو من المنافسين إلا إذا فريق الون مليون لهم ردوا كلام ثاني وتشجع بسبور ولكن منوك داون. صراحة تسرع من فريق لوسيل لكن كاري بوي يا كاري بوي إقصاء الون مليون عن فريق لوسيل هنا تحدي كبير جدا 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 بوضع بصمه في الايفنت من فريق لوسيل على فريق الون مليون انهم حاضرين وممكن يعدون او يتوجون كبطل للايفنت. لكن ون مليون دبل فريق يساعد على اقسام زد اي المتقلقين الغايبين الحاضرين معنا في الايفنت لكن ادائهم في الجيم الاخير جدا رائع. ريو وثمان فرق والفي جي وكوكا وين راح؟ وين راح الامور؟ ومين معنا ومين ما معنا؟ وكوكا موجود من فريق الجي اف، خلونا نشوف الكوكا بالسبريه والاكس فور وتقدم للكوكا، حلوه الكوكا زغروطه حلوه بها السبريه الرائع من كوكا، لكن كوكا يتعلق بطرف زون جدا رائع وكفرات من جميع الاتجاهات يقدر يسيطر عليها ويسبب الاضرار على اي فريق ممكن يكون موجود بطرف الزون. كوكا كاشف وعارف سموكات تعطي اشاره انه في فريق او مرحله او في مرحله عبور من اي فريق ممكن يعبر، لكن خبره كوكا وايم كوكا هو اللي راح يساعده بالظروف اللي جالسه تواجه باخر الجيم. سبريه وبطوحي خفيف من كوكا يؤدي الى ثبات الايم ويجعل ايم كوكا من اروع الايمات الموجوده. يلا يا كوكا خلاص لابد انك تسيطر تاخذ لك كل كلين وتحاول تضغط بقد ما تقدر. سبع فرق وما زالت الحسابه بتحسب واللاعب الموجود في خارج الزون متم اتم الاصرار انه ما يكشف نفسه ولا يسلم نفسه لكوكا اللي كاشف وعامل عليه علامه تفتيش مطار الزون. جي بي من الكليبر من شباب ال1 مليون وصوت كار من اروع الاصوات واروع أصوات الأسلحة الموجودة في لعبة ببجي موبايل لتعطي أصداء قوية بأنه في رصاصة قاتلة آتية من مسافة بعيدة تؤدي إلى عملية النوك داون. لكن ون مليون ثقافتهم ولكن شوف ون مليون ون بي ون ون مليون أند ون مليون، لكن ون مليون الأول يخسر الون مليون الثاني. لكن هل يا ترى هل هو الون مليون المنافس أو الون مليون اللي ممكن ولا الكارمن ستون ممكن يعطينا لقطة حلوة ننهي فيها البث الجميل. حلوة جميلة حساسية الاكس 8 على السريع ستون يا بطل يا مجنون يا سنايبر يا قناص. يلا مين راح صاحب الحظر السعيد؟ ميدل ايست اسيسنس بالروتيشن وقطفه بالكمباوند وقوة الاي جي ال وقراءة للزون خلته معنا موجود في التوب 5، لكن هل ممكن يترجم ويكتب ويبصم انه هالجيم راح يكون تحت اسم الميدل ايست اسيسنس؟ هذا ما نشاهده معنا ايها المشاهدون الاعزاء الى اخر. يلا وين الري؟ وين الشادي من فريق تي اف كيو؟ سنيك والكوكا وسعود وحامة، حامة حاميها وعارف كيف ممكن يحامي على هالرج. يلا تحويل للأوم ورصاصة الأوم كافية بإعطاء أي ضرر، تحويل وكشف على الري والإكس إي على الري ممكن! لقطة الموسم من حامة بالأوم على الون مليون! يا مجنون قناص الإرينجل وملك ملوك الإرينجل حامة بالأوم وبعد حامة لا يوجد حمال للأوم بآخر الجيم بهاللقطة السعيدة والقوية لتعطي ايم واندفجوال سكيلز وحامة أنت خاتمها. يلا نشوف الون مليون عامل يا عامل يلا
أربع فرق ومين صاحب الحظ السعيد؟ كاري من فريق الميدل إيست أسنس بالنوك داون، شرتر يحاول يضغط على فريق الجي أس الموجودين باللو جراوند. يا حامة، أخيرا شادي الناجي الوحيد واليتيم الوحيد، لكن صار مكشوف ونقدر نقول جي جي شادي. حلو الأداء وحلو المستوى في آخر جيم بظروف جيم صعبة تحل على جميع الفرق، ومازال 1 مليون هو اللي معاه مفاتيح الرينجل اللي راح يدخلون منها جميع الفرق، واللي راح يقفل رينجل بالأخير إذا استمر على نفس الأداء. يلا يا المدري إيست أسود علوش وبيك وكفر. حلو لما واحد يبيك وواحد عامل كفر، يعني تطيح مقدام وأنا قلت راح أعمل الكفر وأعمل لك سبورت، راح يعني تقول مليون الكفر راح تسيطر أكثر بعد، لكن عملية الفينش وصار مكشوف من جهتين وعلوش. إلى متى راح تصمد؟ إلى متى راح تتم عملية السرفايف؟ وبالأخير صار مصير رينجل بين فريقين 1 مليون وبين فريق الجي ال سعود بالأوم المتألق اللي أعطانا جيم أو أعطانا تعريف بسيط عن مستوى سكيلز العالي في ترجمة جيم سان هوك الثاني. ولكن الجي اس 3v2 ما بين فريقين، أو نقدر نقول صاحبين الحظ السعيد وصاحب البدلة البيضاء اللي هو حمود، وخلاص ممكن يكون في هارد بوش أو قرار خلاص يا أنا يا أنتم بهذا الجيم، واستقبال من حامة، وبالأخير حامي الإرينجل، صياد إرينجل، حارس الإرينجل، قلب الجي أل، ممكن يسويها، ممكن يختمها، ممكن يفصلها، ممكن يقضيها، ممكن يترجمها إلى وينر تشيكن دينر لفريق الجي أل، دبل تشيكن دينر. حامة سعود صراحة ترفع لكم القبعة على المستوى الرائع والأفضل من رائع بظروف جيم ما كانت لصالحكم بالجيم الثالث. جي جي والبليد، كان معكم أخوكم تركي أو نقدر نقول المعلق والمقدم والمحلل واللاعب الكبير تركي من لعبة ببجي موبايل. بث سعيد وتصبحون على ألف خير، وإن شاء الله نكون ما في قصور على أي شيء في موضوع السبكتيت أو التعليق يا جماعة الخير. I love you. شكرا على 1 مليون على 150 وعلى إتاحتهم للفرصة لي أن يكون ناقل ومعلق على هالإيفنت الجميل.